مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم، وحلقه جديده من ممكن حلقه او حلقه ما قبل المؤتمر، حلقه ما قبل الحلم. بكره المؤتمر الاقتصادي الاول في مصر بعد ثوره 11 يناير او 25 يناير و30 يونيو، بعد ثورتين اول مره نعمل مؤتمر اقتصادي. تحول، وهذا يعكس تحول في مفهوم القيادة المصرية، من مؤتمر للمانحين إلى مؤتمر اقتصادي للاستثمار. آمال كبيرة على هذا المؤتمر الذي يعكس ويرسل العديد من الرسائل، أن مصر دولة مستقرة، أن مصر ستتغير، أن مصر تسير في المسار الصحيح، أن فرص البطالة هتقل، فرص العمل ستزيد، فرص الإسكان، فرص النمو، معدلات النمو في مصر، كل ده البنية التشريعية بتتغير. احنا داخلين على مرحلة بنقول ان مصر تسير في طريق صحيح، ليس طريق المساعدات ولا المعونات، وان كان شكرا لكل اللي ساعدنا او قدم منح او معونات، كنا محتاجين ده، ما كانش ممكن في ظل ظروف احنا فيها ان احنا نقدر نقول يلا مؤتمر اقتصادي فورا. أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وقال لابد من مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر. ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليجعله مؤتمر اقتصادي هام يحضر فيه 89 دولة، منهم 25 وفد رئاسي، ملوك، أمراء، شيوخ، رؤساء وزراء، أولياء عهود، كل دول موجودين في مصر، رؤساء مجالس إدارات أكبر شركات عالمية. وخاب ظن الخائبين اللي كانوا بيراهنوا أن محدش هيجي أو محدش هيبقى عايز، ده احنا كعكة. الاستثمار في مصر فرصة لا تعوض، احنا عندنا فرص كثيرة جدا جدا لمن يريد أن يستثمر. مع تعديلات تشريعية أقرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها هو تشجيع الاستثمار وضمان حقوق هذا البلد، إن شاء الله المؤتمر بكرة هيكون فاتحة خير على مصر. تحيط بهذا المؤتمر مخاوف، المخاوف كلها لا علاقة بعمليات إرهابية، ونحن لها إن شاء الله في إجراءات أمنية شديدة جدا. الرئيس النهاردة عمل اجتماع مهم مع السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية ورئيس الأركان ومساعدي وزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات، واطمأن على الحالة الأمنية. هل هذا يمنع أن يكون هناك قنبلة شمالا أو يسارا؟ المصريين كما سخروا من داعش يسخرون الآن من القنابل، براحتكم، ربنا يحفظ المصريين، نحن كل ما نخشى أن يخدش ضفر مصري، لكن هذا قدر إن مصر بتواجه إرهاب وفي نفس الوقت ايد بتبني وايد بتحارب، والايد اللي بتحارب قوية جدا، والايد اللي بتبني هتبقى مؤثرة جدا. خلينا نعرف ايه اهم التطورات في الاستعدادات من خلال السيد السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الاقتصادي. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك. اهلا بحضرتك. هل يمكن ان تطمئننا على الاوضاع والخطوات التي تمت حتى الان؟ هل انتهت شرم الشيخ من الاستعداد كاملا للعرس الاقتصادي غدا؟ بالفعل يعني اكتملت كل الاستعدادات اللوجستيه والموضوعيه لاستقبال المؤتمر، وكان السيد رئيس الوزراء قد وصل مساء امس وقام بجولة تفقدية داخل مركز مؤتمرات شرم الشيخ، اطمأن على كافة الاستعدادات داخل المركز، واستعدادات سواء في القاعة الرئيسية التي سوف تستقبل عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى، شخصيات سياسية واقتصادية وشخصيات لمؤسسات التمويل ومؤسسات المالية الكبيرة وشركات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى اطمئنان سيادته على كافة الاستعدادات الأمنية، الطبية، الاستعدادات في المطار، استعدادات في شرم الشيخ من ناحية الطرق والميادين. وبالفعل يعني تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالإعداد للمؤتمر، وأصبحت المدينة ومركز المؤتمرات على أبهى صورة وعلى استعداد تام لاستقبال المشاركين من 89 دولة ستكون ممثلة داخل
هذا الحدث الاقتصادي المهم، من بينهم ما يقرب من 22 إلى 25 على مستوى رئيس دولة. الرؤساء. نعم. عدد كل الحضور في هذا المؤتمر، الأرقام متفاوتة تصل إلى حد 4000. يعني الوفود المشاركة من 89 دولة يبلغ عددها حوالي 2500 مشارك. إذا ما تم إضافة الإعلام المحلي الكبير اللي يعني بيشارك بكثافة داخل هذا الحدث المهم، بالإضافة إلى أيضا الإعلام العالمي، بيصل العدد بالفعل إلى ما يقرب من 3800 مشارك داخل هذا الحدث المهم. كان الكلام إن القاعة الكبرى اللي هتستقبل الأعداد في أول في الافتتاح تتسع ل2000، في حين إن المدعوين للمشاركة يزيدوا عن 2700. هل تم حل هذه المشكلة؟ يعني العدد الأقصى سعة استيعابية داخل المؤتمر بكل تأكيد يجب أن يعني لا تزيد عدد المدعوين عن هذا السعة الاستيعابية، وفي إذا ما كان القاعة الرئيسية واللي بتشهد عدد معين من الأحداث بتتسع إلى 2000 شخص، فيتم السماح بإجراءات محددة بدخول 2000 شخص. ولكن أيضا هناك عدد كبير من السادة الإعلاميين المحليين والدوليين، هناك قاعات أخرى أيضا متاحة لاستيعاب هؤلاء الإعلاميين، مركز صحفي كبير، قاعات لإجراء مقابلات ثنائية، هناك يعني مجال واسع وأكثر من مقر صحفي وأماكن استوديوهات لإجراء المقابلات والإعلان عن الاتفاقيات التي سوف توقع في مؤتمرات صحفية على مدار اليوم، وإعلانات سيتم إطلاقها عقب التوقيع على كل اتفاق أو مذكرة تفاهم. سيادة السفير، ممكن تغششنا، هل بكرة في إعلان عن مشروعات كبرى هتسعد المصريين؟ يعني هناك عرض كبير مهم يقوم به الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مشروع العاصمة الإدارية الكبيرة، العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك مكت كبير للمشروع في مدخل مركز المؤتمرات. فيعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الكبير، بالإضافة أن في أيضا عدد آخر من المشروعات المهمة يوم السبت والأحد سيتم الإعلان عنها في قطاعات الإسكان، في قطاعات البترول اللي بيحظى بمشاركة كبيرة في هذا المؤتمر، في قطاع التعدين، في قطاع الزراعة. يعني هناك بالفعل 10 قطاعات، ويكون هناك 10 جلسات قطاعية بتناقش المشروعات المتاحة في هذه القطاعات، وهناك 36 مشروع جاهز بدراسات جدوى أعدتها بنوك الاستثمار المحلية فتتم عرضها خلال هذا الحدث الهام، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات من الممكن التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها. مذكرة التفاهم بتعني أنه هناك بعض الموضوعات يجب أن تستكمل، ستستكمل بعد المؤتمر، ومن أجل المضي في التوقيع عليها ومن ثم البدء فيها، ولكن هناك 36 مشروع بالفعل جاهزة، مشروعات كبيرة. أيضا مشروع تنمية محور قناة السويس له جلسة خاصة سيعرض فيها السيد الفريق مهاب مميش التفاصيل اللي خاصة ب التصور النهائي اللي أعدته شركة دار الهندسة الشركة العالمية المصرية بشأن المكونات المختلفة لهذا المشروع. فهناك مشروعات ما يسمى ميجا بروجكت، مشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس، هناك أيضا مشروعات أخرى مثل محطة الطاقة النووية أو محطات أخرى بالطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات المهمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المؤتمر إن شاء الله. سيادة السفير، العاصمة الإدارية اللي هيعلن عنها بكرة بحجم استثمارات كم؟ يعني قد يكون من المهم ترك التفاصيل الخاصة بمكونات المشروع وحجم الاستثمارات والمدى التنفيذي ليها والشركاء اللي ممكن أن يشاركوا فيها للدكتور مصطفى، يتم الإعلان عنها في المؤتمر الكبير اللي سيعلن من خلاله كافة التفاصيل اللي حضرتك بتسأل عليها. طيب. وأيضا تفاصيل أخرى تتعلق بهذا المشروع ومشروعات أخرى إن شاء الله. هحترم جدا يعني تقدير حضرتك وترك الأمر للدكتور مصطفى مدبولي، لكن هتسمح لي باجتهاد صحفي وتقول لي أو لا، هل صحيح أن العبار هو الشريك الأكبر في العاصمة الإدارية؟ لأن العبار اسم كبير جدا، فإذا كانت البداية بكرة بس هنعلن عن العاصمة الإدارية وداخلة فيها شركة ناجحة عالميا زي دي، فده شيء يخلينا نتفائل جدا بهذا المؤتمر.
يعني العبار سيكون بالفعل مشاركا في العرض اللي هيتقدم به الدكتور مصطفى مدبولي، ومن ثم فيعني هم مشاركون في قطاع كبير من تنفيذ العاصمة الإدارية اللي هي ليست يعني المسمى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن فيها مكون سكني ومكون تجاري وأنشطة أخرى أيضا، لأن مساحتها كبيرة والاستثمارات فيها ستكون على فترة طويلة، وبالفعل شركة العبار ستكون يعني. طيب ده خبر كويس جدا، يعني خبر صار أن نبدأ في أول يوم ونبقى عارفين واحد من أكبر المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي داخل فيه مؤسسة كبيرة عالمية زي مؤسسة العبار. متى ينتهي المؤتمر؟ آخر فعالياته مساء الأحد أم ظهر الخميس؟ ظهر الاثنين. لا إن شاء الله بينتهي مساء يوم الأحد، هو آخر فعالياته. تبدأ الفعاليات الجمعة غدا من الساعة 2 وتستمر إلى نهاية اليوم، وعلى طوال يومي السبت والأحد، وينتهي مساء الأحد إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا السيد سفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الاقتصادي والمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. قبل أن أبدأ الهواء مباشرة، تلقيت مكالمة طيبة من ضيفنا النهاردة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. كان صوته متهلل جدا وبيقول لي أنا مبسوط قوي يا خيري، أنا مبسوط جدا. فقلت له طب ربنا يبسطك كمان وكمان، طمنا دولة الرئيس. فقال لي المصريين دول لما بيعوزوا يعملوا حاجة، ومن شوية قال للإعلاميين أنا مستعد أنزل أكن الشوارع مصر، وعلى فكرة الراجل ده صادق، ولو اديتهم قش هيقفوا يكن الشوارع مصر. قال لي أنا شايف المصريين عاملين معجزات، اللي حصل في شرم الشيخ قال لي أنا عديت على القاعات النهاردة 10 مرات. هو دلوقتي في اجتماع مع رئيس وزراء إثيوبيا، عشان كده مش معانا على الهاتف. فقال لي أنا شايف المصريين دول إحنا عندنا طاقة وقدرات لو وجهناها للعمل. رئيس وزراء ايه يا شباب؟ مع الرئيس الصومالي، انا اسف، هو مع السيد رئيس الصومال، يعني واحد من رؤساء الدول المشاركين في هذا المؤتمر. فبيقول لي المصريين دول بيقدروا يحولوا التراب لذهب، قدروا خلال فتره صغيره جدا يحولوا شرم الشيخ ويعملوا حاجات هتشوفوها مشرفه بالفعل، يجب ان احنا نفخر بيها. تحياتنا لكل واحد ولكل جندي مصري ساهم في بناء هذا المشروع وأهل شرم الشيخ وحولها من مدينة تعاني. وأنا بأشاطر أصحاب الفنادق والمشروعات السياحية هناك، ظروفهم الصعبة في الفترة الأخيرة خاصة بعد التدهور السياحي في روسيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية هناك. أكبر سياحة كانت بتروح لشرم الشيخ من روسيا ومن ألمانيا، روسيا تحديدا لم تتوقف، ولكنها الحمد لله بدأت هذه الأيام، يا رب تبقى دعوة أن المصريين كلهم يروحوا شرم الشيخ ويشوفوا الجمال اللي عمله المصريين. معنا المهندس إبراهيم محلب، السيد رئيس وزراء مصر، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، ربنا يكون في عونك. صحيح حضرتك قلت للإعلاميين أنا مستعد أمسك مقشة وأكن الشوارع مصر؟ أنا قلت بيقولوا لي معقولة تيجي 10 مرات في القاعة؟ قلت لهم ويعني المفروض ان لو الواحد في مرحلة زي دي لازم اي واحد يعمل اي حاجة، يعني لازم يكون فعلا فيه، محدش يقعد يقول انا فلان، لا دي روح الجماعة لازم. لان طبعا النهاردة كان يعني كان هدفي وهدف كل زملائي ان يظهر هذا المؤتمر يعني من غير غلطة، كان لازم اهتم بالاعلاميين، كان لازم، كان في بعض الطلبات في تصاريح، كل الحاجات دي كنا بنراعيها عشان تبقى صورة ما فيهاش غلطة يا اخي. فيعني لقيت صوت حضرتك فيه بهجة دولة رئيس الوزراء. كل مصري لو شاف الموقف النهاردة، منظر الطيارات يا خيري اللي في المطار، الطيارات الخاصة واللي نازلة وطيارة ورا التانية، ويعني بص يعني العالم كله النهاردة عندك جاي يقف جنب الحق. يعني دي ده اللي انا حسيته، وشعب مصر بيقول له ايه، انا خلاص عرفت طريقي، انا عندي رؤيتي وهننطلق سوا. ويعني حاجة روعة ما نراه في شرم الشيخ. سيادة رئيس الوزراء مش قلقان من خيانة وعمليات إرهابية في مناطق في مصر تحاول سرقة فرح المصريين أو تشوش على مؤتمر؟ كل البوادر بتقول إن شاء الله هتكون نتائجه إيجابية جدا. إن شاء الله يا فندم، بس هو عايز أقول لك حاجة، في حد في مصر بيهتم بالكلام ده؟ خلاص يعني ما يعني ده، يعني انا بعتبر ده نوع من الافلاس والخسه.
احط قنبله في مكنه اي تي اي تي ام ولا في صندوق من صناديق القمامه، يعني خلاص يعني ده حاجه حتى الله لا يعني خلاص يعني فعلا الناس بتبص لها بخسه واحتقار شديد جدا. المسيره ماشيه والشعب ده عارف طريقه وماشي ورا قيادته والحمد لله رب العالمين. انا بقدر اقول لحضرتك يعني الخير بامر الله جاي جاي جاي، بس نشتغل نقف جنب بعض. انتوا كاعلاميين تقولوا الصوره الحقيقيه للاصرار وروح الجماعه ونجمع الناس، لان فعلا انا شايف ان حضرتك مصر على باب انطلاقه كبيره جدا باذن الله، وان شاء الله هنعدي ومصر هتوصل للمكان اللائق بها بين دول العالم. سياده رئيس الوزراء، حضرتك المؤتمر، هذا المؤتمر هو البدايه، ماذا بعد هذا المؤتمر؟ كيف نكمل كمصريين المشوار وناخد نقطه انطلاق جديده للي جاي؟ اولا حضرتك المؤتمر نقطه بدايه، في النهارده في وزاره الاستثمار مجموعه عمل هتبقى مستمره لمتابعه المؤتمر، لكن احنا علينا الاعداد بقى، اعداد انفسنا. اول حاجه ان احنا نعرف مشكلنا بالظبط، ان احنا كلنا ننظر اليها بدون تضخيم وبدون برضو تخوين. ان احنا فعلا عندنا مشاكل هنشتغل، مفيش قدامنا حاجه، فعلا مفيش قدامنا حاجه غير ان احنا نشتغل. فكل لو اشتغل الدنيا دي هتتغير في وقت قليل جدا جدا. وانا شايف ان الشهيه النهارده شهيه الجميع للعمل مع الروح الوطنيه العاليه دي، انا بعتبرها انها هتبقى في نقطه انطلاق. نشتغل ننضبط، السلبيات نواجهها بقوه وبجد، بس يعني هو ده اللي انا شايفه. حضرتك بتشوف التعديلات، الخمس تعديلات الاقتصاديه التي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، كيف ستؤثر على الاستثمار في مصر في المرحله القادمه؟ بصراحه مع الموارد اللي موجوده في مصر والامكانيات الكامنه في مصر مع هذه التعديلات، انا بقول ان مصر باذن الله يعني تعتبر من اكثر الدول في العالم جاذبه للاستثمار. احنا طمعانين دلوقتي ان حضرتك تشوف اللقاء اللي اجرناه مع حضرتك مع مجموعه. ان شاء الله باذن الله اشوفه بقى بالليل على اليوتيوب ولا حاجه، لكن انا ان شاء الله عارف انه باذن الله هيكون يعني ده كان لقاء. كنت سعيد بلقائك بالشباب معالي رئيس الوزراء؟ جدا 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 كنت سعيد جدا، ويعني الحقيقه شايف ان شباب مصر هو المستقبل، وكل اللي احنا بنعمله ده من اجل شباب مصر، لكن مصر مش هتنهض الا على اكتاف شباب مصر. نعم، احنا سعداء بهذا الحوار. انا بشكر حضرتك، بنحيي الاجراءات الامنيه اللي تم في شرم الشيخ. الحمد لله الحمد لله، كل حاجه حلوه الحمد لله في شرم الشيخ، كل حاجه حلوه. نشكرك جدا المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر، مبتهجا من شرم الشيخ بما يراه من إنجاز على الأرض، المشاهد اللي شفناها، استعدادات أمنية. السيد وزير الداخلية مجد عبد الغفار عاد من مؤتمر وزراء الخارجية الداخلية في الجزائر إلى لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ومنه إلى شرم الشيخ مباشرة لمتابعة الإجراءات الأمنية المشددة إن شاء الله علشان المؤتمر ده يعدي على كل خير. هنطلع فاصل، بعد الفاصل لدي القليل من الأخبار قبل أن أترك حواري وستة من شباب مصر، هقدمهم مع حضراتكم في حوار مفتوح لأول مرة مع رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر قانون الاستثمار وقانوني الإجراءات الجنائية والخدمة المدنية، ويستعرض تطورات الأوضاع الداخلية وخطط تأمين المؤتمر الاقتصادي. الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية يؤكد حرص الجامعة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وزير المالية هاني قدري يلتقي بنظيره البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. المبعوث الخاص للرئيس الصيني زي هانغ ماو يصل إلى القاهرة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع مصر، وذلك عقب وصوله إلى مدينة شرم الشيخ. الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والسفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت
يغادران القاهرة متوجهان إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي. السفير الإيطالي في مصر موريتسيو ماساري يشارك في إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 22 مليون يورو في مجال الزراعة والتنمية الريفية يمولها الاتحاد الأوروبي. الوحدات الخاصة تقوم بحماية المناطق الرئيسية في شرم الشيخ وإضاءة كافة الميادين الهامة لأول مرة بالطاقة الشمسية. وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطرح مشروعات 18 محطة من الطاقة المتجددة بتكلفة 1.45 مليار دولار بمنطقة غرب النيل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. نتحدث عن المؤتمر الاقتصادي، بعد ساعات سيبدأ في الثانية من ظهر الغد الجمعة، أول مؤتمر اقتصادي لمصر بعد ثورتين. الرئيس السيسي أقر 5 تعديلات اقتصادية قبل مؤتمر شرم الشيخ بساعات. القرار الأول خاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. القرار الثاني متعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات. القرار الثالث هو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 97 وقانون الضريبة على الدخل اللي صادر سنة 2005. أهم 5 تعديلات اقتصادية في القوانين الثلاثة. نصت المادة 12 من التعديلات على مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 2 إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم. الحق للبضائع، القانون بيدي الفقرة الأولى من المادة 32 الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج أو التي تستورد في الإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب بأنواعها عامة ومبيعات وأي رسوم مقررة. وأخضع القانون هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج مع إعفاء تجارة الترانزيت وفقا لما نصته الفقرة الأولى. بدل ما دخلكم في متاهات، تعالى نسمع أهل الخبرة. الخبير دكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق والخبير الاقتصادي المعروف. دكتور هاني أهلا وسهلا. مساء الخيرات يا أستاذ خيري. أهلا بيك. أنت في شرم يا دكتور هاني؟ لا، رايح بكرة إن شاء الله. رايح بكرة. طيب دكتور هاني، كيف رأيت القوانين الجديدة التعديلات التي قررها النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الحقيقة خطوة مهمة أوي يا أستاذ خيري، لأنه هي احنا دايما بنقول ليست نهاية المطاف، أو أن احنا مش محتاجين فقط تعديلات تشريعية، الأهم التطبيق أهم من القوانين نفسها. لكن بالرغم اللي احنا بنقوله ده ومؤمنين به، أنه في حاجات اتعملت النهاردة بتمثل بتعطي رسائل إيجابية جدا، أن الحكومة بتقر بأن هناك مشكلات كانت موجودة وأنه بدأنا خطوات وبدأنا محاولات الحل. حقيقة يعني هو الواحد مش بس قانون تعديل قانون الاستثمار، في حاجات صدرت برضو خلال اليومين اللي فاتوا زي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. نعم. الناس ما خدتش بالها من في تعديلات يمكن أهم في رأيي بكثير جدا من مجرد تعديل نص هنا أو هناك في قانون المناطق الحرة. في تعديل خاص اللي هو أقر فكرة مسؤولية الشخص الاعتباري. أنا بعتقد أن ده، وأنا قلت أكتر من مرة، ده ثورة تشريعية في القانون المصري، لأنه على مدار 150 سنة اللي فاتت في تاريخ قانون العقوبات المصري وفي تاريخ التشريع المصري لم يعترف القانون من قبل بمسؤولية الشخص الاعتباري. وعشان كده كان عندنا مشكلة كبيرة جداً، انه اي مخالفه مباني، مخالفه
سرقه تيار كهربائي، شركه مقاولات كبيره مخالفه في فرع شيك بدون رصيد قيمته 100 جنيه في شركه راس مالها 3 4 مليار جنيه، تجد رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب اتخبط حكم بالحبس سنه 3 سنين، بعض رؤساء البنوك عليهم احكام بال 30 وبال 50 سنه. ده طبعا كان وضع يعني شاذ جدا، وللاسف مصر كانت الدوله الوحيده اللي بتعاقب رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او المسؤول عن الاداره الفعليه بمجرد صفته دي، سواء ارتكب الجريمه بنفسه او لا، سواء كان عارفها ولا لا. يعني ممكن تبقى انت رئيس مجلس اداره شركه جيت وفي مخالفه حصلت قبل ما انت تيجي بخمس سنين، وقتها لو ما يصدر الحكم انت اللي تتحبس. نعم. ده كان وضع شاذ جدا. فقانون اهم من التعديلات اللي حصلت في قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات على وجه التالي، خلي بالك ان التعديلات اللي حصلت عدلت في قانون الاستثمار وعدلت في قانون الشركات وعدلت في قانون الضرائب. اللي حصل انه اقرت بمسؤوليه الشخص الاعتباري ولغت فكره افتراض الجريمه بالنسبه لرئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب، وبدات تخلق مناخ ايجابي للاستثمار. ومع ذلك اذا كانت هناك مخالفه قالت ان الشخص الاعتباري الشركه دي هي المسؤوله جنائيا ويمكن معاقبتها بالغرامات ممكن تصل الى عشرات الملايين، ممكن تصل الى عقوبه الغلق، وممكن تصل الى عقوبه سحب الترخيص، يعني عقوبات في الجرائم الاقتصاديه عقوبات جسيمه، ولكن ما افترضش الجريمه على رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب حتى ولو لم يكن على علم او لم يكن طرفا فيها. ده برضو خطوة إيجابية جدا ورسالة مهمة جدا 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 في هذا القانون. ده مثل من الأمثلة. نعم. إحنا برضو من التعديلات اللي اتعملت فكرة الشباك الواحد، رغم أنها مش هتطبق من بكرة، لكن أقرت وأخذت بالمصطلح وقالت إن هيئة الاستثمار وكيل عن كافة الجهات الحكومية في الحصول على التراخيص. ده معناه إنه في اعتراف بفكرة الشباك الواحد، وإن بداية إن المستثمر لازم يتعامل مع هيئة واحدة تنوب عن كافة الهيئات الحكومية في التعامل. هي ما بتلغيهاش ولا بتلغي اختصاصاتها ولا بتلغي دورها، لكن أنا كمستثمر مش لازم ألف كعب داير على 50 ولا 60 مصلحة عشان أخد ترخيص وعشان أعمل المصنع بتاعي. ففي حاجات جديدة، في تعديلات بسيطة الناس ما أخدتش بالها. طيب زي تعديلات مثلا زي حوافض المشروعات كثيفة العمالة، أليس فيها مبالغة أو مزايا للمستثمر كبيرة قد تحرم مصر من دخل أو خلافه؟ لا، أنت خلي بالك في يعني، وهو التعديل ده على وجه التحديد الحوافز غير الضريبية بتتحدد في تعمل دراسة مقارنة ب 21 قانون دولة. نعم. ودول جاذبة جدا للاستثمار، منها كوريا الجنوبية ومنها ماليزيا ومنها تركيا، وجدنا ان هذه الحوافز موجوده في كل، ومنها البرازيل موجوده في كل هذه التشريعات. انت النهارده عاوز تعمر منطقه نائيه، عاوز تروح في الوادي الجديد، عاوز تستزرع في الوادي الجديد، وفي ناس راحت فعلا وقاست هناك ومفيش مرافق ومفيش طرق ومفيش الى اخره، ولازم تحفر ابار ميه بتكاليف عاليه جدا والى اخره، عاوز الصعيد بالقرى اللي هناك الى اخره. طب انت هتحفزني هتخليني اروح هناك ليه؟ نعم. اللي يخليني اروح 300 لازم تبقى عندي مزايا كيلو، فلازم تقول، فتقول لي والله هدي لك الارض بسعر رمزي، فانت هتتحمل تكلفه البن، هساعدك يا سيدي وانت بتشتغل، هساعدك في البنيه الاساسيه، هدي لك دعم لمده 3 سنين 5 سنين، هتشغل لي عماله 1000 او 2000 او 3، لانه في الاخر الاستثمار هدفه التشغيل. انا كدوله مهتم ليه بالاستثمار؟ عشان احقق تنميه، عشان ازود من ايراداتي الحكوميه السياديه، ضرائب ورسوم والى اخره، عشان اصرف على التعليم، عشان اصرف على الصحه. نعم. عشان اصرف على المرافق والخدمات الاساسيه، فالاستثمار ما هوش هدف ذات، انا جاي عشان تشغلي، فاذا كنت هتساعدني في عمليه التنميه اهلا بيك، انت بتقوم بدور او هتساعدني بدور انا كدوله مع مواردي المحدوده الان مش قادر اكمل، فتعالى وهساعدك في جزء من، اهلا وسهلا. طبعا لازم، وكل دول العالم على فكره بتعمل كده، وخلي بالك التنافس في جذب الاستثمار ما بقاش بين الدول الناميه بس، ده انت بتنافس انجلترا وبتنافس فرنسا وبتنافس امريكا وبتنافس الامارات جنبك. طبعا.
كل دول العالم أصبحت بتحاول أن تجذب الاستثمارات، فعليك أيضا أن تخلق بيئة، وده دور الدولة أنها تخلق الـ يعني المناخ المناسب من خلال هذه التحفيزات. وعلى فكرة برضو ده مش اختراع، يعني دي كانت موجودة في مصر من سنة 2005 في قرار جمهوري بهذه الحواف، لكن الحقيقة لم تفعل على الإطلاق، فقلنا المرة دي حطها بقى في صلب القانون عشان ما حدش يقول ده من صلاحات رئيس الجمهورية ولا من صلاحات مجلس الوزراء. لا، ده القانون هو اللي بيحددها والقانون هو اللي بيفصلها، ومجلس الوزراء عليه أن يطبق هذه الحوافز ويستخدم هذا التكليف. دكتور هاني، ينفذ هذا التكليف التشريعي. متفائل أن المؤتمر الاقتصادي هيكون بداية طريق مختلف لمصر والاقتصاد مصر؟ أعتقد متفائل جدا. خلينا بقى نحطها يعني زي طب ده كويس قوي، ابيض واسود. لا، متفائل جدا. طيب واحنا منتظرين كلمتك، انت لك كلمه في المؤتمر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوفك في شرم الشيخ. بشكرك جدا دكتور، جدا جدا دكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي رئيس هيئه سوق المال السابق، ومن شرم الشيخ والبحر والميه والجمال والاستعدادات والوجه الحسن زميلتي لميس الحديدي من هناك. اهلا يا لميس. اهلا يا خيري، مساء الخير، ومساء الخير على كل المشاهدين الجمال. مساء الخير، طمنينا وقولي لنا بعينيكي شايفه شرم الشيخ ازاي؟ يعني انا وصلت حوالي من 3 ساعات. اولا المطار، وده اول استقبال، وحشني شكل المطار الزحمه، وحشني شكل المطار اللي نقعد نلف فوقه مثلا ربع ساعه لان احنا مش قادرين ننزل علشان مفيش باركينج. وحشني لما تنزل تلاقي المطار كله برايفت جيت، طائرات خاصه. ده معناه ان في عدد كبير جدا من رجال الاعمال ومن رؤساء الشركات الكبرى موجودين اللي هم حول العالم، وبقينا بنقرا في على الطيارات، دي طياره جايه من استراليا، ودي طياره جايه من الصين، ودي طياره جايه من لندن، ودي طياره جايه من باريس. في احساس رائع. بقينا وحشني شكل الزحمه، الناس اللي جايه، الوشوش، ده كله احساس زي ما الغنوه بتاعت الدسمي بتقول بشرة خير يا رب. وكمان طبعا ده بداية المطار والوفود الرسمية الكتيرة اللي جاية، وفود كتيرة جدا. عملت شغل النهاردة يا لميس؟ لا لسه انا النهاردة بتجول. انا عارف انك ما بتعرفيش تقعدي لسه. ايه مال، انا جاي بكرة، انا جاي بكرة اقعد جنبك. بس لا ازاي، انت جاي رايق، انت الاساس. لا ازاي احنا منتظرين نلتقي غدا، وانا عارف انك ان شاء الله هتكوني عامله لنا مفاجآت وشغل كويس قوي، ويكون لدينا أخبار تسعد المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. بس المدينة منظمة جدا، السكيورتي في كل مكان، الأمن زيادة كمان عن الطبيعي طبعا. كل شيء منظم، كل شيء مرتب، الفنادق، الناس بتقابلنا في الشارع بتقول أرجوكوا بقى، يعني محتاجين بقى الناس، محتاجين السياحة، محتاجين أهل مصر يجوا شرم الشيخ، محتاجين الأجانب، محتاجين يعني الناس محتاجة تعيش يا خيري. ودي بداية، يعني أنا حاسة أنها بداية مشرفة وجميلة، وإن شاء الله يا رب بس كل حاجة تمشي كويسة. عدد كبير جدا من الصحفيين جايين من كل أنحاء العالم، إقبال مهول ما كناش متخيلينه الحقيقة. الحمد لله. الحمد لله. غدا في 9 مساء سأكون مع زميلتي لميس الحديدي مباشرة من شرم الشيخ. بشكرك يا لميس، انتظرونا لقاءات خاصة جدا وتغطية مباشرة لحدث عظيم كلنا بنستناه. كان في مواطنة بعتالي سيدة عزيزة نفسها تزغرط، بتقول انها كل ما بتسمع خبر حلو عن المؤتمر الاقتصادي بتزغرط، يعني عندها احساس بالفرحة، عندها احساس بالفرح وهي شايفة 4000 مشارك من مصر ومن خارج مصر، اكتر من 2500 جاي لنا هذا العدد من الرؤساء، جاي لنا هذا العدد من المستثمرين، وهي شايفة الناس فرحانة وشرم الشيخ منورة، حاسة ان مصر بتنور وبترجع. فرحانة علشان الناس اللي هتشتغل وفرص العمل اللي هتشتغل، فرحانة علشان الأرض اللي هتزدهر وتنور تاني، فرحانة عشان الصحراء اللي هتتبنى من جديد ويبقى فيها مدن، تمشي في طريق الإسماعيلية، تمشي في طريق السويس، تمشي في طريق بورسعيد، تمشي في طريق الصعيد، تلاقي بيوت وتلاقي مدارس وتلاقي جامعات وتلاقي مصانع وتلاقي مستشفيات وتلاقي ملاعب. مصر بلد كبيرة، بس مصر بلد تستاهل. كل اللي عايز يقول كلمة قبل ما أخرج وأسيب حواري مع السيد رئيس الوزراء يتفضل، اللي عايز يبارك لمصر ويقول إحنا دي أرقامنا، اللي عايز يدخل يقول لمصر كملي إحنا معاكي، ونقول للقيادة السياسية إحنا معاك، كمل كل جهد بتبذله علشان نبني إحنا معاك.
كل جهد بيتبذل علشان نشغل واحد احنا معاك، كل جهد يحفظ امن هذا البلد احنا معاك. احنا معك القيادة السياسية من سوهاج الاستاذ ابو بكر، اهلا وسهلا. مساء الخير، مساء التقدم، مساء الازدهار في عصر العزة والازدهار. يا عيني، اسعد ايام حياتنا هي الايام اللي احنا بنعيشها حاليا في الاعداد، وان شاء الله باذن الله في بدايه وافتتاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. نعم. ولسه في اخبار تانية ان شاء الله ربنا هيديها لنا على ايدين زعيم وقائد، زعيم مصر وقائد زعيم هذا العصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. والاعلام الجميل اللي هو بتمثله اولا سي بي سي، ربنا يكرمك، سي بي سي اكسترا، والناس المتقدمه اعلاميا ومتقدمه صحفيا الاستاذ الفاضل خيري رمضان والاستاذه الفاضله لميس الحديدي، كل الناس والخبرات والقنوات الجميله اللي بتحب مصر بهنيها بالمؤتمر الاقتصادي اللي هيرفع مصر وهيرفع اقتصادها زي ما اترفعنا عالميا واستعدنا الدوله المصريه الجميله. ويعني بقول لكل مصر احنا لازم نتوقع بعد كل يوم وبعد كل لحظه نتوقع الخير بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله كل الخير. يا أستاذ أبو بكر، أستاذة ميرفت من الجيزة بتزغرتي؟ أستاذة ميرفت قطع زغرتتها، قطعت التليفون. طب ناخد أستاذة سهير. مساء الخير يا أستاذ خيري. مساء الخير يا أستاذة سهير. عايز أقول الحمد لله على سلامتك يا مصر. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا مصر. أنا فرحانة قوي قوي حضرتك بجد، ورب الكعبة فرحانة، حاسة إن أنا في عرس، عرس فعلا. يعني حتى اللقطات اللي بتجيبوها عن شرم الشيخ حاجة مشرفة، حاجة مشرفة. فأطلب من الله تعالى أنه يوفق سيادة الرئيس ويعينه، يعينه على الطريق الطويل، وإحنا كلنا ثقة فيه وعندنا أمل في بكرة. مفيش حاجة هتكسرنا، مفيش حاجة هترجعنا، مفيش حاجة هتخوفنا، إحنا ما بنخافش، احنا فراعنة، احنا فراعنة ما بنخافش، واحنا مع السيد الرئيس لاخر لحظه، كلنا ايد واحده ومع مصر وتحيا. كلنا ايد واحده ان شاء الله. طبعا طبعا، ما هو الرئيس ايه، ما هو الرئيس هو عنوان مصر حضرتك. نعم. احنا اللي خسرناه، واحنا كلنا ثقه في كل قراراته. فتحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك جدا مدام سهير. مدام ميرفت هتزغرتي ولا لا بقى؟ طب زغراتي قبل ما الخط يقطع وبعدين نتكلم. مدام ميرفت. الو، بقول لك زغراتي قبل ما الخط يقطع. بتزغراتي ليه بقى؟ انا بزغرت عشان مصر. مبسوطه بجد؟ مبسوطه جدا 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 يا استاذ خيري. انا بص ست مصريه بسيطه جدا، ست بيت. انما عايزه اقول لك النهارده يوم، انا والله العظيم ثلاثه بعيط، والله بعيط. يطلب السيسي ويطلب شباب مصر ويطلب تطلب مصر، وفعلا فعلا مصر دي هتبقى حاجه جميله قوي قوي، وغصب عن عين كل حاقد هتبقى كويسه. والله يا استاذ خالد، لا ما انت مش هتدخلي لي الزغراتي تخرجي تعيطي. مش هنام اصلا، مش هنام. انا فاتحه التلفزيون واقفه عندي ثلاث تلفزيونات، فاتحه ثلاث قنوات، كل القنوات فاتحاها عشان اتفرج من هنا وهنا وهنا وهنا، واشوف كل اشوف مصر قد ايه جميله. انا عندي 60 سنه والحمد لله طول العمر شفت اليوم ده وعشت عشت اشوفه. وانا بشكر السيسي وبشكر شباب مصر وبشكركم وبشكر الاعلام ومش عارفه اقول اي حاجه. لا بس لا استني بس استني. ايوه كده أبسط تعبير، زغرتي وما تعيطيش. قولنا طب احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل المنزلين، قولنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل حاجه لمصر، احنا عايزين نعمل حاجه. مش معقوله انتوا تتعبوا لوحدكم. زغرتك دي كفايه، انت عارفه زغرتك دي، ده زغرتك دي سكينه في قلب كارهين البلد دي. حاجه واحده، قول له احنا معاك ومعاك مصر كلها ومعاك ربنا اللي احسن من الكل، اللي هو هيحميك.
رد مع العين قال يا رب بشكرك جدا. انا رفع مصر فوق قوي يا استاذ خيري. بشكرك يا مدام ميرفت، بشكرك جدا 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 على احساسك. بقول لك زغروتك دي هتبقى وجع في قلب اللي بيكرهوا البلد دي. يقول لك في ناس فرحانه، المصريين فرحانين، ازاي مش متعكنين؟ طب تعالوا ناخد بشرة بلديات من المنصوره. اهلا وسهلا استاذه بشرة. الو الو. ايوه يا سيدي، معاك يا سيدي. اهلا يا هاني، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا ابني، ربنا يكسبكوا يا ابني. ازيك يا حاجه؟ الحمد لله. ادعي لمصر. بدعي وقاعده اصلي وماسكه السبحه وبوحد الله. ربنا يتقبل منك. ربنا يبصلنا بعين العطف والرحمة والشفقة وينصرنا على من يعادينا يا رب. ويكسبك يا ريس يا عبد الفتاح يا سيسي يا ابني، واسترها معاك واحنا كل البلد وراه. الله مصر جميلة، مصر تستاهل كل خير وأهلها يستاهلوا كل خير. صحيح. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصر مصر، اللهم وفقه، اللهم افتح له ابواب الرزق للبلد كلها وللناس كلها. اللهم امين يا حاجه. تحيا مصر. تحيا مصر يا حاجه. تحيا مصر يا حاجه بشرى، الله عليكي، ربنا يكرمك. والله العظيم البلد ما حد يقدر عليها، ده بلد محفوظه، ده فيها ناس زي الحاجه بشرى والحاجه ميرفت، ناس قلوبهم طيبه وسهير يعني انت هتدونا بداهيه. طب الاستاذ حسام من الجيزه. اهلا استاذ حسام. الو. استاذه احسان، اهلا وسهلا. مساء الخير. انت منور. مساء الخير عليك. اولا اهلا بيك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. اولا انت منور الشاشه ويكفي السي بي سي، فخر بيك انك انت موجود عليها. ربنا يكرمك، ربنا يخليكي. عايزه تقولي ايه لمصر النهارده؟ وان شاء الله انا بقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويكفي وجودك، هتبقى بكره في شرم مع لميكي الحديدي، ده شرف لمصر بحالها. ربنا يخليكي، بشكرك جدا يا مدام احسان. مصر بخير يا جماعه، ما تقلقوش والله العظيم، مصر محفوظه من عنده. هي دي الدار اللي قال ادخلوها بسلام امنين، فهتكونوا امنين. عندنا شويه خساير وشويه وجع في القلوب، زي الحادثه اللي مات فيها 9 النهارده في تصادم اتوبيس بسياره نقل بميكروباص بالبحيره. لكن معلش، البقاء والدوام لله، كان لازم نعزيهم بس. بس عايز اقول لكم ان احنا هنبقى كويسين وهنعدي وهننجز. وبادرة حوار النهاردة مع رئيس الوزراء، جايز البعض ما يشوفوش كده، كانت أهمية هذا الحوار. دايما كان المسؤول يقلق من فكرة انك تجيبه مع شباب والشباب جامح شوية عنده رؤى. احنا كان انا وزملائي في فريق الاعداد كان عندنا رؤية في اختيار الاشخاص اللي بيمثلوا فكرة. احنا ما بنجيبش حد لانه ناقم او كاره، احنا بنجيب حد حتى لو معترض، لو يرى هناك اخطاء. وكنا بنراهن هو رئيس الوزراء هيقبل انه يقعد مع شباب ما يعرفش هيتكلموا في ايه ولا امتى ولا حجم غضبهم او رضاهم او تململهم قد ايه. والله وطبعا دول 6 اشخاص يعني موجودين وبيكتبوا، لم يتدخل احد. يعني كنت بقول لهم اثناء الحوار، حد يقول لي انا عايز اتكلم في كذا، فاقول له ما تقوليش انت عايز تتكلم في ايه، اتكلم في اللي انت عايزه واطرحه. عندك رئيس الوزراء، اطرح ما شئت، انا مش عايز اعرف انت هتتكلم في ايه خالص. ولا رئيس الوزراء سأل انتوا عايزين تتكلموا في ايه او تعالوا نتفق على مجموعة موضوعات. كل واحد كما اراد ان يسأل او يقول، يرحب او ينتقد، يطرح رؤية او تغيير في هذا البلد. سألوا مجموعة من الشباب، وهذه كانت تجربة اولى. وشباب البلد دي تاني ثروتنا الحقيقية هي شبابنا، وشبابنا كويس قوي، وشبابنا على مستويات كثيرة إيجابي ويمكن أن يغير. لكن هو محتاج ثقة ومحتاج فرصة، لازم ندي الثقة وندي الفرصة، وإلا يبقى بنهرج. وهذه بداية وخطوة. هيكون ضيوف النهاردة مع السيد رئيس الوزراء زميلي العزيز أحمد الدريني، هو كاتب صحفي، واحد من أهم كتاب المقالات من الشباب، بيكتب في بوابة المصري وكسرة وغيرها، عنده كتاب مثل عائد من السماء وأسطورة السيد دودي، وعنده نظريه كده في فكره وزاره للخيال، وطرح على رئيس الوزراء. هتسمعوا رئيس الوزراء قال له ايه. سالوا ليه ما يبقاش في وزاره للخيال، وزاره تقعد تفكر بره الناس التقليديين. هيكون معانا كمان حسن حامد، وحسن هو مدون مصري ويعتبر من خبراء مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هو واحد من الداعمين لمبادره تويت شارع، وكان سعيد جدا
هو قاهر الفولورز، كان سعيد بإيه؟ بإن التأثير من السوشيال ميديا وصل، فبقى فرض لوجود وتأثير يقدر يقعد مع رئيس الوزراء ويقول له اللي عايز يقوله له. كان معنا سارة عيد وهي بتعمل في وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية وعاملة دليل مبسط لميزانية المواطن، وعندها رؤية في فكرة الشفافية وإزاي كل مصري يجب أن يعرف ميزانية بلده. معنا الدكتور محمد العقبي، هو مدرس مساعد بعلم الاجتماع في جامعة حلوان، وبيشتغل رسالة الدكتوراه بتاعته عن الاستبعاد الاجتماعي، مع مصطفى مجدي طالب في تانية ثانوي، ولكن مجدي بيشتغل في مشروع مصر 2030. مصطفى كمان كان وهو في الإعدادية عضو في اللجنة التنفيذية لتطوير التعليم. عايز أقول لكم أنه طرح حاجات على رئيس الوزراء ورئيس الوزراء قال أنها تتعمل وتتنفس. هيكون معنا كمان حبيبة عز، وحبيبة عز هي شابة مصرية باحثة في العلوم الاجتماعية، معها ماجستير السياسات العامة من فرنسا، مهتمة بالتعليم الفني جدا. كانت تنويعة من الشباب في مواجهة السيد رئيس وزراء مصر. أتمنى أن تستمتعوا بهذا اللقاء، وغدا إن شاء الله سيكون لقاء آخر من شرم الشيخ مع زميلتي لميس الحديدي. عايز أقول لكم بس في هاشتاج أرجوكم بصوا عليه، اسمه مفاجأة لست الحبايب. هذا الهاشتاج الأسبوع الجاي إن شاء الله قبل عيد الأم على طول ليلة الجمعة. ابعت أي حاجة أنت شايفها، عايز تبعت صورة والدتك، عايز تبعت أكلة بتعرف تعملها، عايز تتصور معاها سيلفي، عايز تعمل لها مفاجأة وتصورها لنا فيديو، ابعتها لنا وحنزعها. أي حاجة هتفرح ست الحبايب ومن هنا لعيد الأم اقعدوا تحت رجليها وبوسوا رجليها. أنتوا من غير أم هتتمرمطوا، اسألوني أنا. الأم دي هي الظهر وهي السند وهي اللي حمياك من غضبه سبحانه وتعالى، بيقول لك ماتت من كنا نكرمك لأجلها، فأنت تكرم علشانها، فبوس رجلها وبوس إيدها واسترضيها، لأنها لما بتروح ما بتجيش تاني. المخلوق الوحيد في الوجود اللي يتمنى تكون أحسن منه هي ست الحبايب. كل سنة وهي طيبة. خلونا نطلع فاصل، حسبكم مع تقرير ثم نعود لاستقبال وحوار السيد رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب مع ستة من شباب مصر. فانتظروا. ليس مستشفى خاص، ولكنه مستشفى المنير العام بعد تطويره ضمن حملة نحو مستشفيات نظيفة التي بدأت في يوليو من العام الماضي لتشمل 16 مستشفى بالقاهرة والجيزة في مرحلتها الأولى. الهدف أمامنا هو كل المنشآت الصحية، لأن لا يمكن أن تكون هناك منشأة من المنشآت الصحية لا تكون فيها وسائل النظافة. أنشأنا جهاز للرقابة والمتابعة، وهذه الرقابة والمتابعة مسؤوليتها أن تتابع كل هذه الخطوات التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة. أنا مبسوطة جدا بالمستشفى منيرة، أنا كنت عارفة قبل كده شكلها إيه، فأنا شايفة مستوى تاني خالص دلوقتي. مستشفيات اللي أنا شفت الشريط بتاعها قبل وبعد، لا سماء وأرض يعني. لو عملنا توعية هنقدر بالفعل نحافظ على كل ده، وهنشيل العداوة اللي في ناس غلابة بيعتبروا ان مستشفياتهم دايما مش مناسبة وحشة لانها مجاني، مستشفيات تانية حلوة او مش قادرين يدخلوها ولا قادرين يصرفهم، فبيعتدي هو على هذه الاماكن. محتاجين دايما ان نحافظ عليها بالتوعية بالسلوكيات جميع افراد المجتمع. احنا هنخدمك بعنينا، هنخدمك بجد، وحنبيض وجبنا سراير وجبنا مراتب جديدة، هنخليك تخش مكان محترم علشان تتعالج فيه، بس انت كمان مسؤوليتك انك تحافظ عليه، صح؟ نجح العاملون في مستشفى المنيرة من تغيير الصورة التي كان عليه. مشاركتنا في الحملة كانت بجهد فعال للعاملين في المستشفى. أنا أطبائي وتمريضي وعمالي وموظفيني هم اللي شاركوا، إحنا ما جبناش شركة، ما جبناش إدارة هندسية، إحنا اللي عملنا من أول مدير المستشفى لغاية أصغر عامل، إحنا اللي اشتغلنا، إحنا اللي بيضنا وإحنا اللي زرعنا وإحنا اللي صلحنا الأبواب وإحنا اللي ركبنا الستلس، عملنا كل الكلام ده. فكانت حاجة جميلة جدا، والناس كناش بنعمل عشان في زيارة عندنا، لا، إحنا عملنا بثقافة زرعت بين الناس ان احنا بنعمل عايزين نبقى كده. احنا لازم، مش هينفع نقعد في مستشفى مش نظيفه. حمله المجتمعات المدنيه وتوفير المراتب، اكتر من 200 مرتبه و200 ملايه و200 مخده و200 كيس، كبدايه لنقل المستشفى لمرحله تانيه. احنا بالجهود الذاتيه قعدنا نعمل يعني ابدال واحلال
للأسرة اللي هي فيها تهالك، وحطينا أسرة جديدة بالجهود الشخصية وبالناس اللي هي رجال الأعمال اللي ساكنين في المنطقة واللي عارفيننا ولينا سابق تعامل معهم في المجال دوت. احنا كان عندنا جناح عمليات الجراحة، ده اللي اتطور دلوقتي، في 4 غرف عمليات وفي صالة إفاقة 4 سراير، وبيأدي خدمة لمرضى. احنا يمكن بنعمل آلاف العمليات في السنة. جيت من فترة بس ما كانش في المستوى ده، وبعد كده جيت هنا بقالي 15 يوم. بصراحة المستوى والنظافة والمعاملة، وبناخد كل حاجة في مواعيدها، والعلاج والدكاترة بيقولنا الصبح في مواعيدهم. الاختلاف كتير، اتغير يعني عن الأول كتير جدا، الأنظف وبقى فيها إمكانيات أنظف. تلك ثمرة تعاون وزارة الصحة مع مؤسسات المجتمع المدني، فإن كانت الصورة قد أعجبت الكثيرين فيظل الحفاظ عليها مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى، ومتابعة الوزارة بأعمال الصيانة والتجهيزات الدورية. بسنت شحاتة، ممكن. في الحرجة تولى مهام منصبه، من حالة اقتصادية سيئة وأمنية غير مستقرة ومشكلات عدة في كل الاتجاهات. استطاع أن يثبت أقدامه على أرض واقع لا وجود فيها إلا للصعاب. استطاع أن يواجه مشكلات كثيرة وما زال، ولكن في خطوات ثابتة نحو مستقبل مضيء وسط ظلمة التحديات. تحديات كثيرة خاضها المهندس إبراهيم محلب خلال عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي. ففي الداخل كان على رئيس الوزراء الجديد استعادة هيبة الدولة وإعادة الحياة للأجهزة الحكومية ومواجهة الإرهاب الذي تشهده البلاد. الإرهاب إن شاء الله انكسر في مصر، وإحنا هندافع عن بلدنا ومش هنسيب أبداً بلدنا تقع. وفي الخارج سجل محلب نموذجا فريدا من عرض حقيقة الوضع في مصر ما بعد ثورة 30 من يونيو، حظى رئيس الوزراء بشعبية بين المواطنين من خلال جولاته داخل القاهرة وخارجها للتأكد من أداء المؤسسات وعملها. قرارات مهمة أصدرتها حكومة محلب كان من أهمها إقرار الموازنة العامة التي شهدت تخفيض 30 مليار جنيه من دعم الطاقة، بالإضافة إلى القرارات العديدة التي اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة الدعم. كان من بينها البدء في منظومة جديدة لتوزيع الخبز، كما أعدت الحكومة عدة قوانين كان آخرها قانون الاستثمار الموحد. تعمل دراسات مقارنة بحيث ان احنا نطلع بقانون مصري يقضي على مشاكلنا وعلى كل العوائق اللي احنا كلنا واجهناها وعملت لنا مشاكل. وفي اطار اسلوب الشفافية الذي تنتهجه حكومة محلب، لأول مرة يوافق رئيس وزراء على اجراء حوار مع شباب لا يعرفهم ويستمع اليهم عبر برنامج تلفزيوني، غير قلق من فكرهم الذي قد يكون غاضبا
أو متمردا أو منتقد. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. هذا الحوار له حكايه. طول الوقت واحنا بنسمع الشباب دايما يقولك الحكومه مش حاسه بينا، احنا بره الدايره، احنا خارج الاهتمام، احنا مش موجودين اساسا، الحكومه هي نفس الحكومه واجيال قديمه ومفيش شباب جديد، لا بيسمعونا ولا لاقيين نفسنا، لا فرص ولا 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 ولا، اتهامات طول الوقت. طب هو ايه اللي مانع يا جماعه ان يكون هناك حوار ما بين الحكومه وما بين الشباب؟ دايما الحكومه بتتكلم على اننا فاتحين ابوابنا للشباب، احنا عايزين ندي فرص للشباب، سكن اسكان للشباب، حاجات كتير قوي، مشروعات للشباب. هل مجرد كلام؟ هل منفصل عن الواقع؟ الحقيقه عندما عرضت الامر على السيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب رحب على الفور وقال لي طب وليه ما نقعدش مع الشباب؟ انا عمري ما في حد طلب مني حاجه، والحقيقه ان هناك اكثر من بادره كنت شاهدا عليها، وعلى الفور السيد رئيس الوزراء طلب الشباب وقال لهم تعالوا نقعد مع بعض، وقعد معهم في مجالات مختلفة. إذن لماذا لا يكون هناك حوار إذا كان رئيس الوزراء مرحب والشباب مرحب في هذه الحلقة ولأول مرة؟ على أقل في وعي أن أرى رئيس وزراء يجلس في مواجهة في حوار خاص جدا أقرب إلى الصالون، فنحن في ضيافة السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ. احنا بنشكر حضرتك جدا على تلبيتك للفكرة ودعمك ليها وتأييدك ليها. أهلا وسهلا بهم، يعني الواحد سعيد أنه يقعد مع الشباب ويتحاور مع الشباب، وفعلا يبقى حوار جميل بإذن الله إن شاء الله. طيب خلونا نرحب بضيوفنا اللي بيشاركونا الحوار النهاردة، زي ما قلت لكم ده حوار مفتوح صالون، يعني ليس سين جيم، ولكن كلنا سنتحاور حول كل ما يشغل الشباب وما يتردد سرا أو على السوشيال ميديا أو علنا في الصحف أو في التلفزيونات. احنا مع بعض ليلة خاصة جدا. ضيوفنا النهاردة الدكتور محمد العقب، مدرس علم الاجتماع وواحد من المهتمين ببعد الاستبعاد الاجتماعي. أهلا وسهلا دكتور محمد. الأستاذة حبيبة عز، خبيرة التنمية ومهتمية بالتعليم الفني، يعني عينك على الوزارة الجديدة، أهلا وسهلا. الأستاذ حسن حامد، وحسن حامد من المهتمين بالسوشيال ميديا جدا، كل اللي يعرفوا السوشيال ميديا عارفين أنه قاهر من القاهرين، أهلا وسهلا يا حسن. مصطفى مجدي، طبعا احنا بنعرف مصطفى من زمان وهو صغير، خبير التعليم الصغير اللي عنده أحلام كثيرة جدا، كان رئيس اتحاد طلاب القاهرة وعضو لجنة رؤية مصر 2030، أهلا وسهلا مصطفى. سارة عيد بتشتغل في وزارة المالية، عندها ملف مهم جدا، مهتمة بما يطلق عليه مبادرة الشفافية، فحنشوف طرح الحوار حول الشفافية والحكومة. وأخيرا زميلي أحمد دريني، الكاتب الصحفي المعروف، واحد من أصحاب الخيال ورؤى الخيال، دايما عايز يخرج بره الصندوق، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. سيادة رئيس الوزراء، هل بترى أن الشباب معهم حق في إحساسهم بأنهم مستبعدين؟ يعني هل هم فعلا مظلومين ولا مدعين؟ لا لا، مش مدعين اطلاقا، لكن هو الحوار ورؤيه الشباب دي لازم تكون يعني واصله للحكومه. نعم. وهي النهارده يمكن كلمه يعني لازم نتفق عليها ونفهم مفهومها، تمكين الشباب. نعم. كلمه تمكين الشباب يعني ساعات يعني انا بقف قدامها واقول هل تمكين الكفاءات بصرف النظر عن السن، او تمكين الشباب بصرف النظر عن الكفاءات. الحكومة وأي دولة تتحمل مسؤولية إعداد شبابها، وإعداد شبابها بالعلم بالثقافة بإعطائهم الفرص للتدريب والتأهيل. وبالتالي أنا كنت شايف أن
هناك عدد كبير جدا من شبابنا متعلمين على أعلى مستوى، وبينقصهم فعلا الممارسة العملية أو الوقوف على أمر الواقع، على أرض الواقع. لأن دايما أنا ليا وجهة نظر، سهل جدا أن يكون لك رؤية وتتحول هذه الرؤية إلى استراتيجية، ولكن هو التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه الاستراتيجية في خطط تنفيذية. وبالتالي أنا في نظري التمكين هو فتح الأبواب لتولي الشباب في مرحلة معينة أنهم يكونوا بقرب من متخذ القرار. يعني دي خطوة مهمة حضرتك بصص لها وحطت لها استراتيجي، عندك خطة؟ أنا بعمل كده الحقيقة، ومعايا مجموعة من الشباب النهاردة، عندي 4 معاونين من الشباب الحقيقة بيساعدوني، بس أنا طبعا عايز عدد أكبر. أنا طلبت من زملائي الوزراء أيضا تعيين معاونين من الشباب. حاولت كتير ان انا مثلا في اولا تعريف الشباب برضو، الفئة العمرية من الى دي دايما يعني بنبقى واقفين في مثلا في التشكيل الاخير للمحافظين. نعم. كان في لو اعتبرنا ان الشباب اقل من 40 يعني، كان في 2 من المحافظين اقل من لحد 50 شباب تمشي يعني. لا يعني انا بقول لا، ما هو لو حضرتك لو 50 لو بصيت النهارده احنا عندنا النهار ناس وصلوا لل 60 وماخدوش فرص، فاحنا لما بنقول 50 ده كويس. هي النقطه طبعا انا مع حضرتك، لكن يعني الاعداد تمكين الشباب هو اعداد الشباب، دي مهمه جدا انهم يكونوا بجوار متخذ القرار. وحضرتك شايف ايضا في اماكن كتيره في معاونين شباب، والشباب دول ما هو حضرتك في 2 منهم او 3 في بجانب الحكومة، فهو دي نقطة مهمة. إعداد الشباب هو الخطوة الأولى لتمكين الشباب، لكن النهاردة بدون إعداد حتى لو أنت متعلم كويس قوي، لازم الثقة بتيجي من أرض الواقع، أن أنت تكون عملت حاجة، أو أن أنت تكون بتتخذ القرار، أو أن أنت تكون تعرضت إلى ضغط معين واستطعت أن تتحمل هذا الضغط واتخذت القرار المظبوط على أساس أن أنت بتنفذ حاجة. فالفترة دي وجود الشباب في قلب الحكومة ده أنا بعتبره مهم جدا، واللي جاهز طبعا لازم يتصعد، وزي ما بقول لحضرتك في الحركة الأخيرة المحافظين. طيب خلونا نبتدي يا شباب. سيادة رئيس الوزراء بيقول إن احنا من خططنا تمكين الشباب عاتين فرصة، ده حصل في حركة المحافظين، لو بصينا للحكومة هنلاقي وزراء 40s و 50s، وده حاجة تطور يعني. هل انتوا حاسين بده دكتور محمد الواقع؟ بتفضل. أولا أنا بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة، وبشكر سيادة معالي رئيس الوزراء على وقته وعلى قبوله للجلوس مع الشباب. ولابد إن احنا نشير للأمانة إن احنا كلنا كنا قبل ما نبدأ احنا مش عارفين احنا نتكلم في ايه، واحنا اللي تقلنا إن هي مناقشة مفتوحة، وبالتالي نتمنى إن يعني صدر حضرتك يتسع لمساحات الود والخلاف اللي ممكن يسيرها الحوار. يعني أنا مع حضرتك طبعا إن في كلام كتير جدا وهو كلام مهم ومحاولات لتمكين الشباب، ولكن هي تمكين الشباب في دائرة الضوء بس، إن احنا نجيب مساعدين للوزراء أو إن احنا نجيب مساعدين للمحافظين أو إن يكون في مساعدين للسيد معالي ورئيس الوزراء يعني ونقول إن هو ده تمكين الشباب. أنا شايف إن دي بالمرة بالعكس، خطورة دي إن هي بتفسد فكرة التمكين أصلا. ويعني انا لسه كان في كتاب مهم جدا اسمه التمكين سياسات بديله للتنميه، كنت يعني تناقشت مع حد من الزملاء فيه، فكره ان احنا نقول ان الشباب يمكن في حد ذاتها هي فكره تجاف المنطق. التمكين دايما بتستهدفه سياسات التنميه للفئات التي تعاني من الهشاشه الاجتماعيه. يعني انا ممكن افكر اعمل تمكين للمراه في مجتمع ذكوري ثقافته ضد المرأة أو الفرص المتاحة ليها مش كفاية، أعمل تمكين للأطفال، أعمل تمكين لكبار السن من خلال القوانين وغيرها لذوي الاحتياجات الخاصة بالضبط، أعمل تمكين للأقليات التي لا تستطيع بحكم لكن الطبيعة. أنا المفترض المنطق بيقول أن الشباب ينتزعوا حقوقهم. أنا متفق معك، لأن بقول لك أنا ما كنتش فاهم يعني إيه تمكين الشباب. يعني أنا متفق معك تمام بالضبط، ولكن فندم الاعداد الشباب ينتزعوا ازاي بقى بالظبط، لكن بمنتهى الامانه الدوله لا تسمح للشباب ان هم يقوموا بدورهم، وما بتساعدهمش ولا بتديهم فرص حتى ان هم يعملوا ده. ابسط مثال، ابسط مثال، جامعات مصر ليها 3 سنين بلا انتخابات اتحاد طلبه، 3 سنين لا يجوز. هيمارس
امتى دوره كشاب علشان يقول رايه. ده مثال وحضرتك قيس عليه باقي الحاجات التانية. الشباب بالفعل في وظائف اعلنت عنها وزاره القوى العامله، وفي عدد كبير جدا من الوظائف والشباب مش عايزين يتقدموا لان الشباب مش مؤهلين، ما فيش اي تاهيل. لا اللي هيتكلم عنهم حبيبه في التعليم الفني بيطلعوا من التعليم الفني عارفين يبقوا صنايعيه محترمين يروحوا المصانع دي ياخدوا فلوس، ولا الطلبه اللي هم لما الحكومه التفتت لده وعملت لك وزاره مخصوص لاول مره. بالظبط. انا 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 ما انا ما بقيمش شغل الحكومه، لكن بحكي لحضرتك اللي انا شايفه في القضيه. انا شايف ان نقطه او مفتاح الحل في تمكين الشباب قضيه احنا يمكن برضو ليها علاقه بالاستبعاد هي فكره تكافؤ الفرص. احنا اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها تمكين. ده انت زعلان من التمكين. انا اقصد اذا مع حضرتك اذا استخدمنا المفهوم ده مش عايزين التمكين. تمام. احنا عايزين الاكفأ هو اللي يجي يتولى فورا. طبعا يا فندم. عشان كده وانا بقول اعداد الشباب في فرق بين انا رافض كلمه تمكين لاني اتفق معاه ان يعني امكنه ازاي يعني هو بايده وبدراعه وبعلمه وبنجاحاته اهلا وسهلا بكره بيه. ولكن يا فندم هنا يبقى اذا الفتره اللي جايه اتمنى ان احنا نتكلم عن فكره تكافؤ الفرص. وتكافؤ الفرص كان في حادثه اخيره احنا ما نعرفش ايه اللي حصل فيها تجافي المنطق ان يستبعد مجموعه من الشباب من التعيين في النيابه او بعض مؤسسات الدوله لان ابوه وامه ما معهوش شهاده عليا مثلا. ده ظلم لتكافؤ الفرص. او امي مش متعلم او امي مش متعلم او بيشتغل في وظيفه هل, هل 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 يجوز ومن المنطق واحنا بنفكر في تمكين شباب وتكافؤ فرص ان انا احاسب واحد انا ابويا وامي مش متعلمين انا شخصيا كمحمد نعم. ابويا وامي مش متعلمين لكن انا في انا بالمناسبه كمان انا مدرس مساعد وانهيت الدكتوراه بتاعتي ومعين في الجامعه وعندي انا مسؤول عن نفسي مش مسؤول عن تراث انا مش محكوم بيه. فبالتالي لو اتكلمنا عن تكافؤ الفرص في المجتمع هتبدا نبقى على نقطه واحده هي هتعدل كل حاجه. هنوصل لنقطه تكافؤ الفرص دي كل الخطوط هتمشي ونوصل هنا. اللي يشتغل على نفسه من الشباب ويجتهد هياخد فرصة مدام مؤهلي، بس هو يكون ضامن انه في تكافؤ مفيش واسطة مفيش حد هيظلمه ومفيش حد هياخد حق مش حق. طب اسمح لي اعلق على كلامك لان كلامك مهم جدا. شكرا. اول حاجة يعني انا عايز اؤكد لحضرتك حتة الواسطة والمحسوبية بامانة بامانة على الاقل على المستوى احنا عندنا تعليمات واضحة في اول يوم ويمكن مش اول يوم في تكليف خطاب رئيس الجمهورية. تكليف خطاب رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء القضاء على الوسطة والمحسوبية واحنا بنشتغل على الموضوع ده. اقول لك انتهت 100%؟ لا. ما اقدرش اقول كده. لكن حتة الوسطة والمحسوبية على مستوى معين دي انتهت. وموضوع اللي حضرتك قلته تكافؤ الفرص ده ابسط حاجة في العدالة الاجتماعية. انا اضم صوتي 100% معاك لان اكبر ظلم ان انا ما احطش معايير مقبوله تحقق تكافؤ الفرص. يعني ده ظلم واضح. ايه هي المعايير؟ يعني ايه هي الخطوات اللي خدتها الحكومه؟ يعني اقول لحضرتك حاجه اتفضلي. التجربه هي محدوده لكن انا بعتبرها ناجحه جدا. لما جينا نعين 30,000 معلم طبعا حضرتك عارف في التعيينات في الحكومه هناك نوع من الجاذبيه وهناك نوع ساعات بيبقى يبعت فلان فقلنا كل الموضوع ده يكون عن طريق شوت لازم اوتوميتد لازم يبقى عن طريق انه يقدم على النت ويقدم على سايت معين. وانا اؤكد لحضرتك يا استاذ خيري واؤكد لكم يا اولادي ان مفيش واحد من اللي هيتعينوا 30,000 دول كان على تواصل مع اي شخص. فكل ما بنحط احنا معايير واضحه يعني مثلا بتحط السن السن للوظيفة المؤهل درجة إجادته للغة ممارسته مثلا لنشاط معين حصوله على شهادة أعلى لما بتبقى معايير واضحة نعم. المعايير دي حضرتك مش لازم الإنسان يتدخل فيها خالص. صحيح. ده ورق كمبيوتر بينظم الموضوع. ده أنا بعتبر ده تكافؤ فرص. في بعض الـ 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 الوظائف ممكن يكون في مقابلة شخصية بمعايير نعم. أنا مثلا أقول لو أنا بعين واحد في الخارجية إيه النطق بتاعه المظهر بتاعه برضو بمعايير. وأنا بؤكد لحضرتك إن في حاجات مهمة جدا في الدولة وأنا بذكر الخارجية تمام إلحاق الملحقين عدد كبير جدا من أبائهم سفراء لم يوفقوا في هذا الامتحان. البلد بتتغير من بلد كان فيها فعلا وسطة كان فيها محسوبية مش بس كسلطة أو نظام
ولكن كطبيعة احنا يعني طريقتنا كده يعني نعم. احنا كطبيعة طبيعة الشعب المصري انه مجامل وهي مصر دايما اخد اخلاقها من القرية فبنوصل ان فلان ده لازم تعرف فالوقت احنا بنتغير التغيير ما بيبقاش في وقت صغير الا بإرادة سياسية إرادة سياسية قوية فعلا ان إرادة سياسية النهاردة القوية ان نسف المحسوبية والوسطى دي حقيقة زائد ان احنا بنفتح بقى يعني لو كل حاجة ليها معايير انا متهيألي بس الاعداد الشباب مهم جدا في المرحلة اللي جاية فكرة القوى المضادة اللي حضرتك طرحتها وانا اسف يعني هشترك معاكم بس هكمل على نفس الرؤية القوى المضادة دي قوية جدا يعني القوى اللي عايزة تحافظ على المكاسب اللي اكتسبتها فكرة الاباء والابناء والاقارب في مؤسسات حساسة جدا زي مؤسسات القضاء زي الداخلية زي الخارجية زي ما حضرتك قلت حضرتك بتقول لنا النهاردة ان ابناء صفرة ما تقبلوش وده تغير جيد بس اكيد اتغير شيء في الالية ما هي الاليات اللي الحكومة بتطالب بيها من خلال اجهزتها ان يتغير يعني دول يقاوموا هي مقاومة ستستمر دي مكاسب قديمة جدا هيحافظوا عليها كيف يمكن للحكومة ان يبقى لها دور ضاغط لسرعة التغيير دور الضغط الشفافية وإعلان المعايير والمراقبة لو في حاجة تطلع من الخط لا يتقال ان ده غلط المراقبة والمحاسبة مهمة جدا نعم. يعني دايما اقول يعني اذا قلنا شيء نفعله نعم. لان ده ربنا يمقت ان انت تقول حاجة وتعمل عكسها سيادة الرئيس طيب بقى ما هو دكتور محمد طرح جزئية مثلا نموذج أن شاب بيكون جايب جيد جدا مثلا وهو خريج حقوق ثم يتقدم للنيابة ويكتشف ويجتاز كل الاختبارات ولكن في كشف الهيئة لأن والده غفير والده بواب والده سواق يستبعد كرئيس وزراء في هذه الحالة حضرتك بتعمل إيه؟ أنا أرفض هذا تماما وأنا بضم صوتي معاه وبناشد طبعا الموضوع ده حضرتك عارف انا سلطه تنفيذيه بعيد نعم. عن المجلس الاعلى للقضاء ولكن هم ناس افاضل فانا يعني برجوهم يعني انا منضم لمحمد لكن نعم. انا بالنسبه للجهاز التنفيذي اؤكد لحضرتك نحن لا ننظر الى هذا اطلاقا طب هتبقى الداخليه من الجهاز التنفيذي اختيار أيوة الطلاب لكليات الشرطه هل حضرتك متابع ومعطي تعليمات بالموضوعية التامة والمعايير الثابتة لكل حد بعيدا عن ان ابوه بيشغل ايه طالما مش حرامي ولا مسجل ولا عامل جريمة طبعاً ولا ارهابي طبعا ومكافح مصري طبعا وهو كل واحد مصري لازم يحترم بصرف النظر عن طالما ايده نظيفة وبيشتغل ده بالعكس يعني بالرغم من تكافؤ الفرص ده لو هو يعني في تفضيل انا افضل ده لان الراجل البسيط انه يطلع انسان متفوق او انسان جدير ده يحترم فأنا طبعاً مع الدكتور محمد وضد تمام هذا التصنيف الطبقي البغيط نعم طيب هو يعني فعلاً أنا بعتبر أن دي حاجة يعني بغيضة أن أنا أصنف الناس على أنت ابن مين وأنت كلنا يعني حتى يعني ديننا أنت ما تفضلش حد كلنا سواء فطبعاً يعني بالنسبة للجهاز التنفيذي أؤكد لحضرتك انه هذا لا يحدث وان كان يحدث يبقى غلط ولازم نغيره في رقابه وفي خطه ان ده يتم تلافيه ولازم يتغير لازم يتغير لازم يتغير طيب استاذه حبيبه عز اولا انا جايه النهارده يعني شايله هموم طلبه التعليم الفني واولياء امورهم وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا في الاخر 2 مليون طالب بيدخل كل سنه ما بياخدش فرصته بمناسبه التمكين لما كنا بنتكلم على التمكين هو التمكين يعني مش بنتكلم فقط على ناحية نمكن الشباب في ان هم ياخدوا مناصب في الجهاز التنفيذي للحكومه او ياخدوا مناصب سياسيه انا بتكلم اكتر عن تمكين الشباب في ان هم يعني يحصلوا على دخل لنفسهم فرص ان عم. انا اقدر احسن من مستواي المعيشي النقطه دي في التعليم الفني الحقيقه يعني مهدره تماما واقدر اقول انها بتنسف مفهوم العداله الاجتماعيه يعني مفيش تكافؤ فرص خالص وكأن التعليم الفني بيدخل الطالب في فخ تعليمي بيحول دون خروجه من دائرة الفقر إلى الأبد إن هو لا عنده فرصة إن هو يعني المستوى التعليم نفسه متردي جدا وإحنا أكيد كلنا متفقين على ده ما عندوش فرصة إن يحسن من نفسه ولا حتى يدخل جامعة ولا حتى عنده ولما بيجي يشتغل بيشتغل بدون عقد وبدون ضمان اجتماعي وما إلى ذلك فأنا في حقيقة النهاردة يعني عايزة أتكلم بالتحديد عن التحديات اللي بتواجه التعليم وعايزة الأمور تكون منكشفة إلى الجميع ونحط الحقائق قدامنا عشان نقدر نشخص حجم المشكلة بتاعت التعليم الفني في مصر وإن الحقيقة لم يعني القضية دي
ما بقتش اختيار، لم تعد اختيار، دي بقت ضرورة. يعني احنا عايزين نحرك عجلة الانتاج، احنا عايزين استثمارات، وبنتكلم عن استثمارات باهظة جاية في خلال الايام. مش الشباب بيتريقوا على كلمة عجلة دي؟ ما هو احنا بقى احنا مش عايزين بقى نتكلم عن عجلة الانتاج، احنا عايزين نتكلم عن الناس اللي هتزق عجلة الانتاج دي. احنا بنتكلم طيارة انتاج، طب مين هيسوقها؟ وعايزين نشوف بقى. احنا دايما بنتكلم في الهدف بس المسيرة بتبقى صعبة. احنا حقيقة حضرتك في التعليم الفني بنواجه تحديات في كل محطاته، في كل حلقاته، من اول ابتداء من الإدارة الى حين المتابعة والتقييم. ايه اللي بيحصل في الإدارة عندنا في مصر؟ للأسف الجهات المنوطة بالتعليم والتدريب الفني والمهني ما بيتكلموش مع بعض، ما فيش تنسيق تماما ما بينهم، حتى وان كان في وزارة جديدة. انا حتى الان ما اعرفش الوزارة دي ايه هي ادوارها، ايه هي تخصصاتها، الى اي مدى هتتعاون مع بقية الوزارات، والى اي مدى الوزارات الاخرى تتعاون معها. يعني احنا المفروض نتكلم عن ازاي الوزارة لازم يكون في اطار تحفيزي للوزارات الاخرى انها تتعاون، لان ما بيتكلموا. ده حضرتك في الوزارة نفسها في بيبقى في مجالس بيعملوا مبادرات ما يعرفوش حاجه عن بعض. ففي النهايه يعني عايزين النقطه الثانيه، القطاع الخاص. القطاع الخاص خليها في الموضوع الاول، لانه الموضوع الاول الملف الاول ده مهم جدا. اتفضل. وده ملفي، وملفي مش من وانا وزير اسكان، لا، وانا في العمل التنفيذي كرئيس شركه المقاولين العرب. وفعلا اللي حضرتك قلتيه ده يعني عندي اشبه بالعقيده، التعليم الفني، لان مارست هذا التعليم الفني وشفت قد ايه الفرق لما الانسان بيتعلم مظبوط فنيا وبيأثر قد ايه على الانتاج. فاحنا هنط بقى ايه اللي احنا بنعمله. مش عايز اقولك ايه اللي اتعمل في الاول، بلا شك كل اللي انت قلتيه ان التعليم الفني كان عشوائية، ما بعدها عشوائية، نعم، وان الفلوس اللي اتصرفت، دايما اقول لسرو، الفلوس اللي اتصرفت على مجال التدريب ومجال البيئة لو احنا حصرناها هنكون فعلا مش مبسوطين، وهنكون حزانة فعلا. لان من زمان احنا بنتكلم عن، احنا عندنا وزارة بيئة من 30 سنة، وتشوف بقى التدريب في البيئة ويقول لك ايه سيمينارز وبعد كده اويرنس وبعد حاجات عجيبة جدا وحفلات وبتاع. المنتج ايه؟ التعليم الفني عندنا برضو منتجه ايه؟ خد بالك بقى تاريخه ايه؟ احنا كان عندنا مدارس فنية في مصر، انا جبت شهاده فنيه سنه 1918، يا ريت تبقى كانت عندي. تشوف الشهاده اكبر من شهاده الدكتوراه، فلان افندي مش عارف ايه 1918، ونفسي اجيبها لكم واديها لك وطلعها. الشهاده دي انا الحقيقه من لما وصلتني يعني كنت سعيد بيها جدا. والتخصص زخرفه وبناء وفلان والراجل حاجه بقول لحضرتك قد كده فعلا يعني. وبالتالي ده كان منعكس على صناعات حرفيه في وعلى مباني زي اللي حضرتك شايفها دي. دي ناس فنيين اتعلموا. جرى بعد كده بقى حضرتك انهيار في التعليم، لكن كان تاثيره على التعليم الفني كبير جدا، لان التعليم الفني كان بياخد المجاميع الاقل. نعم. وهو عايز الهدف كله انه ياخد الدبلون. الدبلون فشل خلاص في الالتحاق بالعام. مش الدبلون يعني، هو بياخد الدبلون ويمكن ما بيروحش المدرسه. وانا دخلت مدارس بنفسي وخدت 5 مدارس ايام ما كنت في المقاولين العرب، وخدتهم تحدي، وكان ما فيش لا معدات ولا خامات ولا في حاجه خالص، ولا دوره ميه يعني مكسره كل، ولا ملعب، ولا الطلبه ما بيدخلوش المدرسه. ده واقع. مش هنبقى، شوف يا فندم، احنا لازم نصارح بعضه، وزي ما حبيبه بتتكلم بصراحه لازم نكون. طب حاولنا، فلقيت ان من ابتديت في الوزاره احط نائب وزير للتعليم الفني بغرض انه يفهم ويشوف، وهو ده اللي كان مسؤول عن تعليم فني راقي جدا في المقاولين العرب، راقي جدا. يعني واضح انه كان تحت عين حضرتك من زمان. لا، من يوم ما انت بتاهله، من يوم ما اتخرج. ومسك ملف التدريب. واقول لحضرتك قد ايه لما بتدرب واحد، احنا كان مثلا عندنا بعض المعدات اللي الفرنساويين بيشتغلوا عليها، اللي هي معدات المترو، اللي هي بتعمل محطات المترو، المكنة بكذا مليون جنيه يعني، بعشرة مليون وخمستاشر مليون واكتر كمان، وخمستاشر مليون يورو مش جنيه يعني، حاجات كبيرة. وكان بيبقى المشغل بتاعها بيجي من فرنسا،
من 800 ل1000 يورو في اليوم واقامه ومش عارف ايه كله. فقلت طيب ما ندرب اولادنا اللي هم دبلومات بس ندربهم مظبوط ونديهم. عارف المرتب حضرتك وصل للمصري اللي هو معاه تعليم فني وشغال على المكنه دي كام؟ 24000 جنيه اللي معاه تعليم فني حقه، لانه بيكسبك في اليوم كذا، هو وفر يعني اللي هو بياخده في اليوم، التاني بياخده يعني في الشهر، التاني كان بياخده في ثلاث اقل من في ثلاث ايام بيقعدوا شهر يعني مثلا، وانتاجه والمساعدين بتوعه. ففي احنا لازم نحترم موضوع ثقافة اولا، هنا كانت الاداره، يبقى احنا المشكله لازم في احترم التعليم الفني، لازم احترم. الناس فاكره انه لما اتعلم فني او اشتغل مشغل، مشغل ايه يا فندم؟ ده المعده النهارده البولدوزر، البولدوزر ثمنه مثل 7-8 مليون جنيه وكله كمبيوترايزد. فلازم دي مهنه، ومهنه معقده جدا. مش لازم اقول للمشغل البولدوزر اقل من مهندس، المهندس ما يقدرش يشتغل مشغل بولدوزر، ومشغل بولدوزر ما يقدرش يشتغل، احنا متكاملين. لكن كل واحد على قد اللي بيجيبه ايه بياخده، اللي هو ربط الاجر بالانتاج والعمل. فاذا لما قلت لازم يبقى عندنا، احنا عندنا تقريبا 12000 مدرسه فنيه في على مستوى الجمهوريه. لما قلت يبقى في وزير، طب هيعمل ايه الوزير ده؟ برضو الوزير ده وزير دوله، بس هو في الواقع هياخد كل المدارس وزير دوله، بالنسبه للمدارس هيبقى كل المدارس تبعه. في 13 وزاره عندها معاهد فنيه، معاهد تدريب، وزي ما حبيبه بتقول كل واحد في ايه بيعملوا ايه، ما بيعملوش حاجه. وللاسف عدد كبير جدا من اللي هم في التدريب اللي هم يعني في مراكز تدريب كثيره مصروف عليها ومقفوله. فهيكون هو ماسك ثلاث حاجات: التعليم الفني كمدارس فنيه بكل التخصصات، ودي تبعه مباشره، ثم التعليم الحرفي، ودي مهمه جدا ان انا اطلع، في فرق بين الفني والحرفي، ان انا اطلع حرفي معاه مؤهل معتمد، وده في الدول الاوروبيه كلها يعني بتلاقي واحد الدار الوطني المؤهل، ايوه هتلاقي ده مهم، ده هدفي. هتلاقي مثلا واحد اخد شهاده حرفيه في الباركيه فقط، عارف تفاصيل الباركيه، او في الدهان عارف تفاصيل والمواد والكيماويات وانواع الفرش، معلم. فهيبقى عندي تعليم فني، عندي تعليم حرفي، وعندي تدريب مستمر اللي هو في المراكز بقى، وزاره الصناعه، وزاره الاسكان، هو بقى بيشرف بيعمل النوع التنسيق ده. عمليه بقى ان الوزارات تختلف او تتضاد، دي مسؤوليه رئيس الوزراء. نعم. لان هو رئيس الوزراء هو المايسترو. شغلة رئيس الوزراء ايه؟ هو طبعا بينسق ويذلل لو انت يربط. عندك عازف مش عارف يعزف او بيبوظ لك اللحن، هتقول له من فضلك انا عايز واحد يكون بيعرف، شكرا ونجيب حد بيعرف يعزف. يبقى اذا احنا فريق واحد، ما بقاش في حته دي بتاعتي لا ده لا 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 خلاص، ما عندكش رفاهيه الخلاف، لا عندك رفاهيه الوقت، ولا عندك رفاهيه الخلاف، ولا عندك رفاهيه ان انت تضحك على الناس، ما حدش نعم. في رفاهيات دي انساها. فتاكدي ان هيبقى في تنسيق، تاكدي ان دور النهارده كان عندي اجتماع مع الوزير لسياسته، بعد اجتماعي مع الوزير التربيه والتعليم الفني كان عندي اجتماع بين الوزيرين، وزير الصناعه ووزير التعليم الفني. وزير الصناعه بكل حب وبكل تقدير قلت له من فضلك المراكز الكفايه الانتاجيه وديها لوزير التربيه والتعليم، قال لي حاضر فعلا نقل له. فاذا العمليه يعني تاكدي ما دام بنعمل وزاره عايزينها تنجح وعايزين اولادنا. طب المردود ايه بقى؟ تعالوا نفكر، احنا عندنا بلا شك عندنا محنه كبيره جدا اللي هي البطاله، دي ممكن تبقى منحه كبيره جدا. ونفكر، وهقول حاجه للتاريخ، بنبص للدول، هتكلم على دوله كوريا، كوريا الجنوبيه، وانت قارئ وانتوا كلكم مثقفين، في الستينات كوريا الجنوبيه كانت متدمره، راحوا يخبطوا على باب امريكا
عشان يدوهم دايما الدول اللي بتتبنى عايزة قروض في الأول وعايزة منح. فأمريكا قالت لا مفيش. كوريا الجنوبية ابتدت تعلم شبابها وولادها، كان هو بالنسبة لهم الثروة الوحيدة هم البشر، ازاي نعلمهم عشان نصدرهم لألمانيا عشان يجبولنا عملة صعبة عشان نبني كوريا الجنوبية. الكلام ده امتى؟ في الستينات. نعم احنا كنا في الستينات عندنا صاروخ، هم جم هنا ياخدوا النظام الاداري في مصر. احنا كنا في الستينات عندنا صاروخ، كنا بنصنع عربية. هم ركزوا على التعليم وعلى الثروة البشرية وعملوا المعجزة دي. احنا عايزين كده واحنا قادرين على كده، قادرين وقادرين. شوف شوف يا فندم، المصري لو احسن، وانا والله ما مش متعصب بس لمصريتي من تجاربي الطويله، المصري ودايما بقولها وما بزهقش، في ثلاث عوامل لاولاد ذكي. اولا ايمانه بالله، مش ممكن مسلم مسيحي عنده ايمان قوي جدا، ذكاء فطري، قلب ابيض. الثلاث حاجات دول مش متوفرين في ناس كتير قوي، التلاتة مع بعض. بقى ملون بالدم دلوقتي يا ست الرئيس. مين ده؟ الدم بقى كتير في الشخصية المصرية دلوقتي. ده ما بعتبروش مصري، وانت عارف رأيي في الموضوع ده. يعني العامل اللي بيحاول يربك هذا المشهد، لان ده لا وطن له، هو مش مؤمن ان اصلا فيه وطن. فاحنا نرجع للمصري، فاذا المصري كجينات بس يتحط في البيئة، يتحط في الرؤية، ويكون فيه مصداقية، وحد بيصدقه، حد بيكلمه ويصدقه. لان لو فقد الثقة هنا تسمع هنا، وبالعكس هيدخل هنا يبتدي يقل شوية ويطلعها نكتة. طب يعني وزارة التعليم الفني هي الابن المولود الجديد للسيد رئيس الوزراء؟ أيوة. نستطيع ان نتحدث عنها بعد سنتين؟ لا لا لا، بعد قديم ان شاء الله، يعني باذن الله في نهاية هذا العام لازم يكون عمل. امال هيدخل ازاي السنة الجاية؟ لازم يكون يعني نظم. في ناس هتبتدي تنعكس عليها طبعا، يعني المشاريع الجديده اللي هتعرض في المؤتمر الاقتصادي وهي بتبتدي. انا لسه النهارده مكلم سياده الفريق مهاب مميش، بقول له جاهز عشان نبتدي ندرب الاولاد على ضوء المشروعات بتاعه قناه السويس اللي من بكره. مفيش حكايه السنه الجايه او اللي بعدها. احنا بقول لحضرتك احنا ما عندناش رفاهيه الوقت. انت كلام. عندك ملايين البشر النهارده بيدور، بس برضو خد بال حضرتك في جزء مهم جدا، الرساله الاعلاميه، ثقافة الناس يا جماعة ان السواق التاكسي المحترم ايكوال في التعامل المجتمعي زي واحد استاذ في الجامعة. انت زي سواق التاكسي. يشرفني. يشرفك. لان اذا اتقنت مهنتك وسواق التاكسي اتقن مهنته، احنا كلنا زي بعض. لازم الروح دي تبقى موجودة. لازم الروح دي تبقى موجودة. كلنا زي بعض، بس اتقن مهنتك. انت بمظهرك باحترامك لنفسك، كلنا زي بعض. دي ثقافة لازم الإعلام. احنا بنحاول. لا فندم انت دايما معلش في التمثيليات لازم يطلع الصنايعي مش عارف يتكلم ازاي لا ابدا، انا عايز الصنايعي الراجل اللي بحكي لك عليه اللي ماسك مكنة زي دي يطلع عنده. والله العظيم كان بيجي الصبح يركن عربيته، لابس نظيف جدا، يلبس أفروله الهلمت وينزل يشتغل ويرجع. هو ده الصنايعي، هو ده الراجل السباك المحترم. يعني انا شخصيا مؤمن بالناس دي جدا، لان الناس دي عملوا معايا معجزات. صحيح، في عهد المؤمنين العرب ده ومعجزات. فانا مؤمن جدا بالعمل المصري، مؤمن جدا بكفاءه العمل المصري، مؤمن ايضا بالشاب المصري اللي بيتعلم تعليم فني. طيب حسن حامد، حكومه بتسعى انها تعمل معجزات، انتوا مالكوا بقى على السوشيال ميديا ومش عاجبكم العجب وشغالين؟ ايه اللي مش عاجبك يا حسن؟ وتخبيط على طول. حسن كان من شباب الثورة من 25 يناير، وكان بينزل كل المظاهرات، وفجأة قرر انه يقف ويحط نقطة ويقرر انه يشارك في بناء البلد بشكل مختلف، ومع ذلك هو عنده رؤى نقدية طول الوقت. تفضل. تفضل حسن. هو انا شايف ان نقد الحكومة والبلد ما يعني ما بقاش مجرد حاجة احنا بنعملها في وقت الفراغ، ما بقاش رفاهية، هو بقى ضرورة بلا شك. لانه لسه احنا قاعدين بنتكلم على الاداره وعن ان احنا طبعا هي انا يعني يمكن الموضوع ده اتكلمت فيه، بس هو اهم حاجه ان شخصيه المصري كده. لما ابن خالتي يجي يقول لي والله انا عايزك تعمل لي الخدمه دي وانا بشتغل في الشغلانه، يعني انا اعرف كنت حد يعني حد ما كان في ماسك بنك، فكان بيدي لقرايبه قروض ويقول لهم ما تدفعوش،
بنك يعني من بنوك الدوله. كروت كريدت كارت يعني؟ لا قروض يعني، عايز يشتري عربيه قروض. فيروح يقول له طب خد مش فيدفع، ما يدفعش يعني تمام يخلي. وكان واخد الدور الفني للبنك عامله بقى، بس ده نصب طبعا يعني. بس هي الفكره انه ايه، انه الشخصيه المصريه بتاعتنا برغم انها هي لسه مش عارفه تفرق الحته بين انا هبقى انا ايه والدوله ايه، يعني انا شغلتي، فلو جالي ابن خالتي عايز حاجه وانا اقدر اخدمه فهعملها. عشان كده حته المحسوبيه دي يمكن مش هتختفي على طول، وده اللي احنا كنا بنقول. وده برضو المنعكس يعني اللي احنا بنشوفه بقى في السوشيال ميديا. خلينا نتكلم شويه عن، كان في نكته شهيره جدا انتشرت الفتره اللي فاتت عن انه المطاعم الوجبات السريعه بتوصل قبل الاسعاف. الشكل العام ان انا كشاب في البلد دي ماليش تمن، انا زيرو. وده بيتاكد مع حته انه حادثه مش عارف مزلقان ايه، ف 5000 جنيه ف 5000 جنيه بيتاكد مع حته انه اذا انتوا عايزين تعملوا مفاعل نووي هتعملوا مفاعل نووي، انتوا مش عارفين تعملوا. دايما الحته دي بيتم تضخيمها. اللي ساعد على ده ان احنا تحولنا من دوله صماء لدوله بتسمع الصوت العالي. يعني كنا قبل كده ما نسمعش خالص، كان التويتر ده موقع اثاري يا فندم، احنا مالناش دعوه بيه، دول شويه شباب مش عارف عاملين ازاي. دلوقتي انا ملاحظ انه مثلا لما ظهرت قضيه زي سواق التاكسي اللي عربيته اتحرقت، حضرتك خدت مشكورا قرار ان انت، وانا اتبسطت جدا بده لان هو كان صعبان عليا جدا. بس يا ترى كم واحد في البلد دي ما بيقومش بشغله كويس، عنده محسوبيه او يعني بيقوم عنده واسطه جامده شويه، كم واحد عربيته اتحرقت او عنده مشكله ويمكن اللي شغالين في مبادرات مجتمعيه بيشوف ده والدوله مش قادره تساعده او مش عارفه تساعده او ما حدش سمع عنه، تحديدا حضرتك او الناس المسؤوله. انا عندي حل، ما بحبش دايما حد يجي لي بالمشكله يعني. انا يعني لما حد بيجي لي بمشكله دايما بقول له ايوه يعني انت شايف ايه يعني ماشي. وانا مؤمن برضو بالرقابه الشعبيه، انا راجل من الناس اللي مؤمنين انه لازم يبقى في رقابه شعبيه، ومش عايز نفكر بره الصندوق قوي يعني. انا مش كل الناس يقول لك ايوه اللي هو ايه يعني اعمل ايه دلوقتي انا بره الصندوق ده. انا عايز نفكر في الصندوق اللي موجود فعلا اللي هو السوشيال ميديا والناس اللي موجوده. حاجه زي انجازات الحكومه اللي احنا بنتكلم عنها في التعليم الفني محدش بيسمع عنها حاجه. الحكومه ليست طرفا مؤثرا في السوشيال ميديا باي شكل من الاشكال. ليه؟ عشان برغم ان في شباب موجودين في الوزارات، بس الشباب دول انا شفت شويه منهم، مش الجداد يعني، مش اللي لسه يمكن موجودين، الناس اللي بقالها شويه اتعاملت مع قول معينه بيبقى همه يرضي مديره. فانتوا عايزين ايه؟ عايزين سوشيال ميديا؟ حاضر يا جماعه، فين هاتوا لنا؟ انت بتاع الفيس، يلا هو عملنا الحمد لله صفحه فيسبوك وفيها 30 نفر. فالنتيجه ان الرسائل اللي بيحطوها والبيانات اللي بيحطوها بتنتهي الى ان في 30 نفر سمعوا عنها وفي 3 عملوا لايك. طب الرسائل السلبيه والحاجة، لا دي بقى بتبقى يعني. فالحل اللي بتقترح؟ بقترح حاجات. انا مش، انا ما عنديش حل اداري، لان انا ممكن اقول لك الحل اللي عملته دلوقتي قبلكم. يعني احنا الحقيقه قبل ما حضرتك، يمكن انا كنت جاي من بره لما انت كنت موجود. انا كنت في مركز معلومات مجلس الوزراء، وكنت عندي اجتماع مع زملائي في مجلس مركز المعلومات عشان الموضوع ده. المركز ده فيه امكانيات كبيره جدا. هو طبعا عايز ارد اول على حته حضرتك قلتها وبعد كده اقول لك انا عملت ايه. في الوزارات كل اللي بتقوله ده مظبوط، لانه مش في الهيكل، لازم يبقى في الهيكل موضوع التواصل الاجتماعي، مش في الهيكل اي حاجه. خد بالك احنا بيروقراطيه الحكومه المصريه بيروقراطيه قديمه، وطبعا هذه البيروقراطيه يعني راسخه، لان البيروقراطيه دي صح، كلمه بيروقراسي دي صح، اللي هو العمل المكتبي لم يتغير مع اليات العصر. فاحنا عايزين بيروقراطيه او نظام عمل يكون فيه اليات العصر. لسه لما تشوف الورق اللي بيجي لنا محدش بقى عنده ورق بالظبط، تحاول بيبقى لازم يبقى فيه قرار. يعني انا النهارده في موضوعين بنتكلم على موضوع الحكومة الإلكترونية بقى زمان قوي. صحيح. النهاردة كنت مع اجتماع مع زملائي الوزراء وقلت لهم احنا هنحدد ميعاد معين، وكان فيه حتى السيد وزير الداخلية وزير التخطيط وزير التموين اللي هم ممكن يكونوا عناصر مهمة، هنحدد ميعاد معين ان ما فيش بعد كده حد يطلع بطاقة عن طريق انه يروح، وهندي مثلا اعتبارا من 30/6 ما فيش خلاص. طب اللي ما بيقراش وما بيكتبش هيعمل ايه؟ في مركز معلومات في القرية هشغل شباب، هيجي الراجل اللي ما بيقراش من فضلك انا عايز بطاقتك، تك ادي البطاقة بتاعتك بخمسة جنيه او بعشرة جنيه. يبقى انا بقى وده ابتدينا فيه فعلا، لان لازم بقى احنا نتكلم بحكومة الكترونية.
انا بقى مش بتاع كده. قولوا لي بقى اشوف الحكومه الالكترونيه دي اللي بسمعها ايام ما كنت في المدرسه من 20 سنه امتى؟ لا يا فندم برضو مش يعني اقصد مش ده بالظبط قصدي، مع ان ده لا انا بتكلم ده يعني حاجه كده. انا التواصل بقى معلش، التواصل مع الناس. انا النهارده كنت قاعد حتى طلبت منه قلت له انا عايز اشتغل اتواصل مع 90 مليون ازاي؟ انتوا بتقول اي كلمه تتكتب سيبك من اللي بيشتم او بينقد، لان النقد انا بتكلم الاه الاه لما واحد بيقول اه عايزها توصلي. اللي طالب علاج، اللي مش عارف اتظلم في مدرسه، اللي مش عارف بيشتكي من ظلم، انتوا تقدروا تتابعوا في السوشيال ميديا وتلقطوا حاجات هتتحل. وعينت واحد اسمه محمد مدحت انه يتولى هذا الموضوع، ومعاه مجموعه كبيره من الشباب، بحيث انه حضرتك عندك شكوى ممكن هتلاقي محمد ده بيكلمك او حد او الموضوع يتصعد ليا ان انا اكلمك. فدي التواصل الاجتماعي ان احنا ناخده من المنبع نفسه، من الناس، هو من الناس ثم من الجرايد ثم من البرامج التلفزيونيه. ومش حكايه دفاع يعني اللي ينقد، انا قلت له مش عايز اسمع نقد، انا عارف كويس قوي النقد لو بناء في العمل قوله لي. لو واحد ساعات ما بتبقاش مفهومه يقول لك رئيس الوزراء بينزل الشارع، ينزل الشارع مش كده؟ صحيح، احنا اتكلمنا في الموضوع طبعا. ورئيس الوزراء لما نزل الشارع شاف بعينه صحيح. حاجات. وانا بدي لك مثال بسيط، انا بيب البوتاجاز انا شفتها بعيني بقى ان في سوق سودا في انابيب البوتاجاز، بالرغم ان التقارير اللي بتجي لي ما فيهاش بالظبط ان ما فيهاش سوق سودا، لان انت بيجي لك تقرير من وزير البترول انا مطلع 100% من انتاجي، وزير التموين بيقول لك انا وصل لي 100% في مخزني. لكن بقى السايكل نفسها فيها مشكله، لازم حضرتك تنزل وتشوف. ولسه طب لما الامر يستلزم ان السيد رئيس الوزراء بنفسه ينزل، هنا مش قصور في اماكن تانية داخل الحكومه كان عليها، بس انا بتكلم كده في جلانس كده تطلع في حاجه من احساسك الداخلي. نعم. من ان انت بتقرا في الجرايد ان في انبوبه بوتاجاز ناقصه، فلما تنزل وتشوف ان الانابيب بتتباع على نواصي ب 70 و80 جنيه وانت كدوله بتدعمها ب 50 جنيه تتألم، او ب 60 جنيه تتألم، لان انت اللي بيجرى ايه؟ ان انت بيجرى ان الغلبان هو اللي بيشتريها طبعا، وبيبتدي يزعل منك كمان وانت عملت اللي عليك، فلازم الدايره تتقفل. وده اللي لازم في المرحله الانتقاليه ان رئيس الوزراء او اي وزير او اي مسؤول ما يشتغلش بطريقه اللي هو بيشتغل فيها رئيس الوزراء في لندن او الوزير في دوله غنيه، لان انت في دوله فقيره فيها عوز وفيها فقر وفيها حاجات غلط، ولازم انت تبقى واحد من الناس معهم في الشارع بتغير لغايه ما الدنيا تستقر. يعني احنا عندنا رئيس وزراء مقتنع ان رئيس الوزراء في مصر مختلف عن اي دوله طبعا تانية. ليه رؤيه وبيعمل استراتيجيه واجتماعات، بس لازم يشتغل ساعات اكتر ويتاكد ان الاستراتيجيه بتاعته دي مش كلمات او اوراق. لو هتحب تشوف الاستراتيجيات اللي عندنا والرؤى اللي البلد عندنا كلها عندها، لا هطلع اخد حضرتك فوق. ايوه انا لقيت من الحاجات الجميله اللي عندنا استراتيجيه الدوله كاتبها مصطفى باشا النحاس لتطوير القريه المصريه، هجيبها لك. ما هي ما اتطورتش نفس الكلام اللي بيتقال النهارده. ايوه بجد من ساعتها ما تنفس. اذا حسن عايز تقول حاجه قبل ما اطلع فاصل في الجزء ده؟ هي بس انا طبعا حبيت اشكر سياده رئيس الوزراء على انه نزوله الشارع ده بيتصور وبيبقى موجود على السوشيال ميديا كتير قوي، بيتعمل عليه صور يعني احيانا بتبقى مضحكه. لكن اللي انا حابب اشكر حضرتك ان دي اول مره تحصل، ودي احسن تغطيه لفكره ان يبقى في تاثير للي بيحصل على الارض على السوشيال ميديا، لان ده مش باين كفايه، ده محتاج يبان. بس كده فورناو يعني. طيب انا سريعا قبل الفصل قبل ما نعدي، حضرتك كنت تقول لنا حاجه عن مجلس الوزراء، مجلس مركز المعلومات واتخاذ القرار. لو ما كانتش هي موضوع التواصل، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في فكره المعلومات، البيانات والمعلومات الخاصه. ده للشفافيه، ما احنا رايحين طبعا ما موضوعنا الشفافيه مخصوصه، مستعجلين على ايه؟ طب وبعدين اسمعونا، ما احنا بنسمعوا وعندنا اسمعونا. ما انت بتسمعونا. انا بجتمع معهم على فكره كل اسبوع، دي من المبادرات اللي انا كنت بتكلم عنها، مبادره اسمعونا. بسمع اقعد مع الشباب والرئيس حياهم على تويتر كمان، على انا بقول لحضرتك وبستفيد منه. ودعمك لافتتاحهم للقريه في الفيوم يا فندم كان شيء رائع. يعني كل البدايه فقط عشان انا عضو مؤسس مع. طيب يا فندم خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل بنواصل حوارنا ما بين السيد رئيس وزراء مصر
المهندس إبراهيم محلب ومجموعة من الشباب اللي بيدور على نفسه. جايز تقولولي انت جبت الشباب دول، ما جبت الشباب عاطل، بلا عاطل هيقول انا عاطل فاحنا هنوب عنه. احنا جايبين شباب بيحاولوا يبذلوا جهد ويخدموا البلد، ومع ذلك عندهم انتقادات، مش الانتقاد بس من العاطلين، لا الانتقاد كمان من ناس بتشتغل وعايزة تغير البلد. المهم انك تكون بتشتغل. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في اول حوار من نوعه مع السيد رئيس وزراء مصر المهندس ابراهيم محلب. بعد تعديله الوزاري الاخير وقبل المؤتمر الاقتصادي الهام الذي ستشهده مصر، كان هذا الحوار المختلف مع مجموعه من شباب مصر يبداون من 17 سنه من ثانيه ثانوي وحتى مدرس مساعد بالجامعه. نتحدث، لا يوجد سقف، لا يوجد خط احمر، نطرح كل القضايا في هذا الحوار. اللي مرة تانية بشكر السيد رئيس الوزراء على ترحيبه بمثل هذا النوع من الحوارات. مصطفى مجدي، تانية ثانوي، عندك أنت شريك في لجنة رؤية مصر 2030، لسه بعيد، احنا في 2015، بتحلم بإيه وبتطلب إيه من معالي رئيس الوزراء؟ في البداية بشكر حضرتك على الحوار ده اللي ممكن يكون سابقة في مصر، وما اعتقدش يعني اعتقد هيبقى هيتكرر بعد كده ان شاء الله. الحوار احنا بقى في رؤية مصر 2030 شغالين تقريبا بقالنا سنة على 12 محور بنستهدف في الاخر ثلاث اهداف رئيسية: اكبر 30 اقتصاد في العالم، اكبر 30 دولة في مستوى التنافسية، واكثر 30 دولة في سعادة المواطنين. اعتقد حضرتك طرحت هذه الرؤية في مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي. في الموضوع بقى اللي كنا حابين نتناقش فيه ونخرج بيه بمبادرة، نخرج بيه بمشروع علشان يكون الحوار مثمر، وعلشان يكون الوقت ليه فعلا فيه، يعني بنستفيد بالوقت مش مجرد حوار وبنتكلم فيه، مع أهمية الحوار في ده. القمة الحكومية اللي عقدت في دبي الشهر اللي فات وحضرتك ألقيت كلمة فيها، وكان هي تعتبر مراكز يعني تجمع كل المبتكرين والمتخصصين في السياسات الحكومية والتميز المؤسسي والريادة الحكومية في العالم، يعني متركزين في هذه القمة. صدرت سلسلة بحوث في القمة بتكلم على الابتكار الحكومي. العام اعتقد قبل الماضي في القمة الحكومية تم اطلاق مركز محمد بن راشد المكتوم للابتكار الحكومي، وساعتها انا غيرت بقى يعني يعني حتة بتاعت المصريين دي، فاحنا ليه ما نبقاش عندنا مركز مصر للابتكار الحكومي نشتغل على مجالات كتيرة، منها السوشيال ميديا، منها الاستراتيجيات التواصل اللي اتكلمنا عنها، التواصل والتفاعل مع المواطنين، علشان نجيب هو أشبه المركز بثينك تانك شبابي يعني، وبرده بيبقى ليه وجهة نظر تانية، هو تدريب للشباب بس بشكل غير مباشر عن مراكز القوة يعني أو مراكز القيادة. أتصور إن لو ابتدأنا في إنشاء وإطلاق مركز مصر للابتكار الحكومي نشتغل فيه على تحفيز وتدعيم وتطوير البنية الحكومية أو المؤسسية في مصر، الخدمات اللي حضرتك كنت تكلم عنها، الحكومة الذكية، الحكومة الإلكترونية، اللي هو مصطلح الحكومة الإلكترونية دلوقتي بقى في الماضي بالنسبة لدول كتيرة جدا، دلوقتي نتكلم عن الحكومة الذكية والحكومة المستجيبة. فبطلب من حضرتك ان احنا يبقى فيه المبادرة دي تبقى تحت رعاية حضرتك، ونطلق هذا المركز يعني ما بيننا وما بين مؤسسات المجتمع المدني الشغاله في المجالات دي وما بين وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. والنقطه الثانيه ده شق التطوير المؤسسي او التميز المؤسسي والحكومات. النقطه الثانيه واللي كنت حابب اسال حضرتك عليها وهي التعليم، وده اللي شغال عليه بقى لي فتره. حضرتك اصدرت قرار بتشكيل لجنه لتطوير المناهج،
وده جه بعد مطالب شعبية كتيرة بعد الأزمة بتاعت قصة في كتاب المدرسة. المشكلة ان احنا عندنا في التربية والتعليم ثلاث مراكز بحثية، اثنين طالعين بقرار جمهوري وواحد طالع بقرار وزاري، مركز قومي للبحوث التربوية والتنمية، ومركز تقويم التربوي والامتحانات، ومركز تطوير المناهج. ايه دور مركز تطوير المناهج وايه دور لجنة تطوير المناهج اللي اصدرت بقرار من حضرتك، وايه دور المراكز البحثية التانية الخاصة مثلا في البحوث الاجتماعية اللي خاصة في الفلسفة والعلم الاجتماعي وغيره؟ حضرتك كنت بتكلم على بناء الشخصية المصرية، احنا ازاي بنتحكم فيها بالمحسوبية والوسط. انا اقتربت على الانتهاء من مرحلة التعليم قبل الجامعي وما لقيتش هدف واحد من اهداف المنهج او موضوع، يعني نفرق ما بين المنهج وبين الكتاب المدرسي، او موضوع واحد في التكست بوكس او في الكتاب المدرسي بيتحدث عن المحسوبية او عن الفساد، لا في الدين ولا في اللغة العربية ولا في اي مجال من المجالات. محتاجين احنا صياغة قائمة المشكلات اللي بتواجهنا في مصر، عايزين نتصور الشخصية المصرية اللي احنا عايزينها تبقى شكلها عاملة ازاي في 2030 عشان نقدر نحقق الرؤية بتاعتنا، ننقلها بقى تبقى عندنا المعايير والتارجت واضح، ننقلها لأهداف المناهج تطبع في موضوعات الكتاب المدرسي. ايه الفرق ما بين لجنة التطوير المناهج؟ هو ده السؤال. هو وصل طيب. هو اولا موضوع مركز ابتكارات ده فكرة رائعة، والحقيقة يعني انا من بكرة ان شاء الله اتصل بالدكتور اشرف العربي وزير الاصلاح الاداري يتبنى هذا الموضوع، وانا معاه باذن الله، ونكون مجموعة من الشباب ونفتح الموضوع ده ونشوف ازاي فعلا نطلقه، فدي فكرة ممتازة الحقيقة. وان شاء الله تكون انت مشارك فيها ويكون لك دور يعني بإذن الله. الموضوع الثاني لجنة تطوير التعليم. لجنة تطوير التعليم الحقيقة لان المواضيع ما تكلمش بس على التربية والتعليم، ما تكلمش بس على التعليم العام، احنا بنتكلم على كل التعليم في جمهورية مصر العربية بما فيه الأزهري. جاء الوقت ان احنا نقعد كده مع بعض نشوف ايه المخرجات، وبالتالي ايه اللي فعلا لما بتبقى هذه اللجنة على مستوى الوزراء، وطبعا على مستوى رئيس الوزراء فالقرار بيتخذ بطريقة ان على الاقل بيبقى فيه نوع من التواصل بين رؤية الحكومة ورؤية المسؤولين عن التعليم، ولازم نصل الى كلمة زي احنا عايزين ايه. لو تفتكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على حاجة مهمة جدا بترد على كلام حضرتك، اللي هو مكارم الأخلاق، اللي هو احنا عايزين ايه. مكارم الأخلاق دي تحت كلمة مكارم الأخلاق فيها كل حاجة، فيها الشخصية وفيها ازاي نتعامل وازاي ناخد المعاملات من ديننا، لان انت كله مركز على العبادات، طب فين المعاملات؟ فهي دي النقطة، مكارم الأخلاق ممكن تتحط فيه بدءا من أولى ابتدائي، لأن أنت بتكون الشخصية من أولى ابتدائي. وبالتالي لجنة تطوير التعليم هتكون فيها نوع من التخصص بقى. المراكز البحثية اللي حضرتك أنت أشرت إليها دي كلها تخدم بحيث أن احنا نستفيد بيها، لأن كم مركز بحثي موجود في مصر احنا ما نستفيدش بيه؟ ده كتير قوي قوي. يعني احنا مفروض احنا عندنا مركز القومي للبحوث ده من الستينات، مركز بحوث الاسكان، مفروض يبقى عندك التجربة المصرية في مجال السكن، ويكون عندك المبنى المصري، ويكون عندك طبعا بقى شوف بقى كم مراكز هتحط المجالس القومية المتخصصة كلها بقى، لا سيبك المراكز الري ومراكز الجامعات، مراكز كتيرة جدا. فاحنا ما بنستفدش، فان لما يبقى ده تحت مستوى وزراء ورئيس وزراء انا متهيألي هيكون فعلا في مدخلات وناخد القرار باسرع، وده هذا هو السبب اللي احنا خدنا قرار تشكيل هذه. هل هيبقى في تنسيق ما بين المجالس المتخصصه برئاسة الجمهوريه ما بين لجنه التطوير الثانيه؟ ما احنا بنرفع الامور، في دايما تواصل بين كل الاجهزه، ده دي الروح الجديده اللي في مصر، لان طبعا لما بتبقى في افكار في المجالس القوميه المتخصصه دي بتجيلنا كحكومة عشان ننفذها، وبالتالي لازم أحط آليات التنفيذ الفعلية بس عشان ما يبقاش ورقة، يبقى حاجة على الواقع والناس تحس بيها. يعني أهم حاجة إن أنت اللي بتقوله تقدر تعمله مش تكتبه بس. ده يعني متهيألي ردي على سؤالك. شكرا. سارة عيد والشفافية، بتشتغلي في وزارة المالية، ليك دور، بتشتغلي في العمل
التطوعي والعمل الخيري. الشفافية هي من العناوين اللي بنصطدم بيها على كل المستويات، سواء مجتمع مدني سواء إعلامي. يقول الحكومة ما عندها شفافية، ما فيش شفافية في المعلومات، رئيس الوزراء عمل تعديل بدون ما نعرف حاجة وفاجئنا كلنا. كل يوم بنفاجأ واحنا بنطالب بالشفافية، عايزين يبقى لدينا توفر للمعلومات. كتير احيانا بكلم السيد رئيس الوزراء واقول له يعني احنا ما نعرفش، وفي اللقاءات اللي بيعملها معنا ما بنعرفش ان الوزارة دي عملت ولا الوزارة دي عملت، في حاجات بنفاجأ بانها كويسة وما نعرفش عنها حاجة. ففي مشكلة في الشفافية بشكل عام. انت بتري ده ازاي؟ ايه اللي انت عايزة تطرحيه؟ مذاكرة وكاتبة وعاملة حاجات؟ الحقيقة شغلتي بقى اقتصادي وبتاع. الحقيقة شرف كبير ان انا اكون معاكم النهاردة، وبنشكر تاني معالي رئيس مجلس الوزراء على الفرصة اللي اتحلنا. انا عايزة بس امسك نهاية طرف الخيط زي ما كنا بنقول مع كلام حسن، كلام مصطفى وكلام حضرتك حتى لما كنت بتقول ان احنا محتاجين نعمل تواصل. في بس رؤية مختلفة عايزة ابتدي فيها، بدل ما يبقى زي ما بيقولوا كده من 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 باتم اب، يعني ابروتش يبقى من تحت لفوق، لا احنا كمان عايزين نعمله من الجهات الحكومية نفسها والجهاز الإداري للدولة، ويبقى توب داون ابروتش، يعني احنا اللي نوصل لهم المعلومة واحنا اللي نتيح لهم المعلومة اللي هم محتاجين يسمعوها. الحقيقة من خلال الوقت اللي فات تعاملي في ملف، احنا كنا اطلقنا مبادرة للشفافية في وزارة المالية وسميناها حقك تعرف موازنة بلدك. أستاذ حسن تشرف ان هو شاركنا بيها في السوشيال ميديا، وعلى الرغم ان احنا حاولنا نعملها وان احنا نكون بنوسع فيها نطاق التوعية والمعرفة على قطاعات عريضة في المجتمع، لكن الحقيقة واجهني مشاكل كتيرة قوي. انا الاول مجال عملي كاقتصادي ومساعد اول في وحدة السياسات المالية الكلية، لكن الحقيقة دخلت في مجال الكوميونيكيشن او التواصل المجتمعي من خلال الملف دوت. الاول واجهت كذا مشكلة. اول حاجة الناس فقدت الثقة، فهي مش عايزة تسمع في الاساس، حتى لو احنا عندنا رؤية وعايزين نطرحها. احنا عندنا رؤية كوزارة مالية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، بنعمل اطار كلي للاقتصاد، عملنا برنامج للاصلاح ابتدى باجراءات هائلة جدا على ارض الواقع، حضرتك طبعا كنت على علم تام بيها، لكن الحقيقة كان محتاجين نكون بنجهز المواطن من قبلها، محتاجين نسبق الحدث، محتاجين ان احنا نوصله المعلومة بطريقة بسيطة، ودي اللي انا حاولنا ان احنا نعملها من خلال دليل مبسط وزعناه في الجرايد في موازنة المواطن، لكن الحقيقة محتاجة تتعمم على الجهاز الإداري كله. أنا بقترح حاجة بسيطة من خلال التجربة اللي أنا مريت بيها. إحنا هنحط إيدينا على المشاكل زي ما كنت بقولها دلوقتي، عندنا أهداف معينة وعندنا آلية للتنفيذ. أنا بقترح إن يكون في استراتيجية للتواصل لكل أجهزة الدولة وتكون موحدة، عشان تكون اللغة نفسها بسيطة وموحدة. كل جهاز من أجهزة الدولة، كل وزارة هيكون ليه ممثل، هيكون جوه وحدة، الوحدة دي تكون تحت رعاية مباشرة لمؤسسة أعلى، عشان طبعا يكون في رقابة ومحاسبية، ويكون هذا المسؤول عن الملف بيطلع بصورة دورية، هيكون في متابعة للأداء. الحقيقة أنا بقترح دوت، وهيكون في طبعا مشاركة من، أنا بقترح إن كمان يكون في مشاركة من المجتمع المدني، لأن إحنا الحقيقة شفنا من خلال مبادرة في اسمعونا في أمل إزاي إن تشبيك ما بين الجهاز الإداري للدولة وما بين جمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بتكون فعالة جدا، ونقدر نفعل مجهودات كتير على أرض الواقع، ويكون معانا يعني ناس متخصصه، يعني ميديا سبيشالست، يعني نكون ناس متخصصه في مجال الاعلام، ازاي نقدر نوصل المعلومه بابسط طريقه للمواطن، وفي نفس الوقت نكون بنكسر الحلقه المفرغه بتاعه الشائعات. الحقيقه عدم وجود شفافيه من الجهاز الاداري، نكون بيطلع للمواطن بيحكي للمواطن على الاجراءات اللي بيعملها من قبلها، ادى مجال الناس تكون الحقيقه مش واثقه، لانها بتبقى شايفه انها بتتحط قدام الامر الواقع، وكمان في نفس الوقت عندنا تراث ثقيل من عدم الثقه، انه كتير كان بيطلع جهاز الاداري يقول هنعمل في بنحقق معادلات لنمو، لكن الحقيقه ما كانش فيه بينعكس ده على نقله نوعيه في معيشه الانسان المواطن المصري. فانا بقترح ان يكون في وحده وتكون بتضم ممثلين من كل اجهزه الدوله. الحقيقة أنا عايزة أحقق كذا هدف. أول حاجة أنه أعرف المواطن اللي بيجري، اللي بيجري على أرض الواقع، أكون بسبق الحدث، أكون بجهز له من قبلها إيه الأهداف اللي على أساسها اتبنت الإجراءات ديت وليه خدناها. ده هيساعده أنه هو يكون بيفهم إيه المردود اللي هيكون عليه، هيساعده أنه هو يشيل العبء معانا، زي ما كان سيادة الوزير دايما بيقول في دواء مر علشان نقدر نرجع تاني على المسار الصحيح. وفي نفس الوقت انا عايزه انسق، وده هيبقى الهدف الثاني، ما بين الجهات الحكوميه ذات الصله واللي بتشتغل على ملفات موحده، فده هيبقى بصراحه هيحقق كذا هدف في نفس الوقت.
الوقت. الهدف الثالث اللي انا عايزه اوصل له ان يكون في متابعه للاداء وتكون في بصوره دوريه بنطلع بتقارير في حاجه اسمها كي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هو كي بي اس او بالظبط. وفي حاجه كمان المجال حضرتك بقى اللي هو بيرسنتج اوف كومبليشن, ودي طبعا في مجال المقاولات. يعني حقيقه في مشروعات كبيره عملاقه ناس محتاجه تكون على درايه بيها على راسها, قناه السويس, في مشاريع كمان احنا بنستهدفها من خلال البرنامج الاصلاح بتاعنا, المشروع الالف المليون وحده والاربعه مليون فدان. الحاجات دي محتاجه الناس تفهم لانها بتسمع عنها ومحتاجه تفهم هنحققها ازاي, ايه البرنامج الزمني, يكون في برنامج زمني محدد ومقاييس نقيس بيها احنا حققنا قد ايه من كل مشروع. تمام. هو طبعا يعني انا هاخد من كلامك واقول لك بقى رؤيه تنفيذيه. يعني بلا شك النهارده احنا محتاجين في الجهاز الاداري ان يكون هناك جوه الجهاز الاداري في الوزارات وحده للتواصل الاجتماعي. بالظبط كده. دي هتلعب دور رائع, ودي تكون في الهيكل, وده انا برضو هشوف مع وزير التخطيط ازاي فعلا يكون في وحده فيها متخصصين للتواصل الاجتماعي. نمره 2 الشفافيه. انا برضو ادي مثل بسيط من وزاره التخطيط. النهارده خطه الدوله موجوده على النت, يعني اي واحد عايز يعرف خطه الدوله يقدر يدخل ووصل للقرية. يعني الخطة, يعني ممكن أقول لحضرتك المشروع الصرف الصحي اللي مثل في قرية في أسيوط هتلاقيه. نسبة التنفيذ دي مهمة جدا, ولازم يكون في نسبة التنفيذ موجودة, ودي يمكن نحطها كمان عشان يكون في رقابة شعبية. أنا كنت بعمل حاجة أبسط من كده كتير, ولما بروح في مشروعات في قرية كنت بقول لهم ركبوا باقي من الزمن عشان يكون هناك رقابة شعبية, وعملتها في مشروعات كبيرة, وكان ده جزء رقابة شعبية عشان الشركة اللي بتنفذ لو ما خلصتش تبقى للبرنامج الزمني يقول ان احنا بنقول اي كلام. احنا عايزين نعمم بقى تجربة. فهي النقطة ان نعمم الكلام ده هو طبعا, لكن انا بقول اللي انت بتقوليه انا بحطه في قالب عملي. نمرة 3 او نمرة 4, انا متهيألي مفيش وقت ظهر فيه وزراء على قنوات قد الوقت ده. الحقيقة الوزراء صحيح. يعني في ساعات كتير بينتقدوا يقول لك انت بتطلع كتير, ولكن هو مش عايز يطلع كتير. هو النقطة ان فعلا في رؤية في الحكومة للتواصل مع الناس, واحنا شايفين ان التواصل ممكن يكون جدا من التلفزيونات والبرامج الاكثر مشاهدة. احنا ده اللي عايزين نعمله بالحقيقة. الاستراتيجية دي نفسي ان احنا كمان طبعا طلوع الوزراء ده حاجة يعني مرحب بيها جدا, لكن كمان الناس بتفتقد اللغة المبسطة اللي توصل بيهم. يعني عايزين ننزل للمستوى الاقل كمان ونشرحها بطريقة الناس تبقى تجذب ليها. يعني القدرة على التواصل بقى هي القدرة على المصداقية والتواصل وعدم عايزين نعمل حاجات جديدة الملل بالزبط. لان حضرتك ممكن تشوفي حد بيشرح حاجة بعد دقيقة خلاص, لا اما هتنامي لا اما هتغيري المحطه. فهي قدره التواصل دي مهمه جدا, بس قدره التواصل بتيجي من حاجه مهمه جدا, المصداقيه. تمام. المصداقيه هو اللي لا اما في مصداقيه لا اما التواصل بيتقطع على طول. فاحنا يعني يعني في نوع من اقدر اقول التوجيه لكل المسؤولين انهم يطلعوا يشرحوا المواقف. في نقطة مهمة كمان حضرتك قلتيها اللي هي الاستباقية. الاستباق مهم جدا برضو, بقول ده من الإحساس. يعني لما أجي أخد قرار وهذا القرار بلا شك ليه تأثير اجتماعي إيجابي أو سلبي طبعا, وممكن بعدم شرحه ممكن الإيجابي يتقلب سلبي. بالظبط. وخاصة دايما بقول بالزبط. إحنا في مرحلة صعبة جدا يا أستاذ خيري, لأن بلا شك إحنا كلنا كده متجمعين على وطن, ومحدش بيشكك في وطنيتنا طبعا كلنا يعني الحاجه الواثقين فيها ان في الحبل اللي رابطنا وطن. في ناس زينا بالظبط قاعدين على الجانب الاخر بيخططوا لهدم هذا الوطن. انا ما اعرفش جنسياتهم, ما اعرفش انتماءاتهم, لكن بقول انا عارف واحساسي ان زي واحنا عشان كده لازم البنى يبقى اسرع من الهدم كتير جدا. عشان كده بقول انا ما عنديش ولا عندنا كلنا رفاهية للراحة ولا لا, ده انت لازم تبني وبسرعة عشان في غيرك قاعد يهد فيك. فأهد ازاي؟ أوقف التأثير السلبي بالاستباقة, أشرح للناس, فيبقى عندك ظهير مجتمعي شعبي بيساعد معاك في البنى, لأن في ناس بيحاولوا ان يقلب السيئة حسنة أو الحسنة سيئة عشان يكون يهد هذا الوطن. فالاستباق مهم جدا. طيب
انا عندي اسئله كتير يا جماعه، انا كمان شخصيا طمعان. بس هات الفرصه لزميلي محمد درين. اتفضل احمد. انا احمد درين. انا اسف يا احمد، انت راجل مشهور يعني. الله يخليك. اتفضل. عايز ابدا بس من نقطه حضرتك قلتها، وهي فكره لما حققت في موضوع اللي جات لك التقرير بتاع نبيب البوتاجاز. حققت لما رجعت يعني تفحصت. يعني لما حسيت. لما حسيت هي النقطه دي. حضرتك جالك تقرير من وزارتين بيقول ان النتيجه كذا، حضرتك حسيت او تولد لديك شكوك من التواصل الاجتماعي. نزلت حضرتك على ارض الواقع، لقيت حاجه مخالفه للورق اللي جالك. دون ادنى مزايده على الاطلاق، ولكن انا اعتقد انني لو كنت في محل رئيس وزراء مصر في هذه اللحظه كنت هستدعي الوزيرين او هاخضعهم للتحقيق، مع كامل احترام لشخصيهما. لو لم يكن لعقابهما فعشان اعرف الغلط فين والمشكله فين. اكيد لو هما مش فاسدين معذره او مخطئين في التقدير، ففي رصد خاطئ للامر الواقع. دوت بيتطلب ان انا اشوف الدنيا ايه، ودوت بيؤسس ان عندي رئيس وزراء النهارده انا شايف انه سنه سنه حميده جدا سترهق كل من بعده، انه اصبح رئيس وزراء مصر مطالب ان هو يتجول على قدميه وينزل والناس تشوفه. هذه سنه حميده، ولكن السنه الحميده تستتبع ان انا يكون عندي اجراءات استيثاق حقيقيه في جسم الدوله. احنا في حقيقه الامر ودون ادنى تجميل في شرخ في السلام الاجتماعي المصري بلا شك. عندك ازمه بين المواطنين وبين وزاره الداخليه، وهي وزاره خاضعه تحت سيطره رئيس وزراء مصر او تحت حكمه الاداري. كان اولى برئيس وزراء مصر او كان اولى به ان يتبنى طرحا لاعاده هيكله الوزاره واعاده تبني مصالحه شعبيه لتدويب جبال الجليد اللي نشات تاني بعنف بين الطرفين. كان اولى برئيس وزراء مصر وهو مشكور على جلوسه مع الشباب دلوقتي، اولى به ان يذهب ايضا الى الشباب في سجون ومعتقلات او سجون، خلينا نقول سجون، يعرف وجهه نظرهم هم كمان ايه، ويشوف ايه اللي حاصل، يقتنع او لا يقتنع، ياخذ او لا ياخذ. انا عارف ان يعني المسؤوليات كبير ومفيش رفاهيه الوقت، الجمله الاكثر تكرارا في كلام حضرتك، ولكن محتاجين نسمع من كل الاطراف عشان نعرف في ايه ونشخص الازمه فين. رقم ثلاثه، دوت كله بياخدنا لازمه اعنف على الاطلاق. الجهود اللي رئيس وزراء مصر بيحكي فيها ان هي بتحصل، هي انا سعيد جدا بيها ومندهش ان هي بتحصل في مصر ومش مش مصدق، ولكن نحن نجمل في جذره معوج. الآلية الرصد الخاطئ اللي حصلت في وزارتين، الأزمة اللي حصلت في الشارع، أحداث القتل اللي بتحصل، سواء أن في إرهاب قادر ينجح أنه يكبدنا خسائر وفي نفس الوقت إحنا فاشلين نوعا ما في مواجهته بخلاف الأزمات المتولدة. دوت بيقول أنا شخصيا من أصحاب نظرية النسف، التعامل الجذري. رئيس الوزراء، واسمح لي أن أنا استغل المعلومة ديت حتى لو كانت أخلاقيات الصحافة تنص ان هي تجرمها بعض الشيء او تتحفظ فيها بعض الشيء. رئيس وزراء مصر يا جماعه، وعشان مصر كلها تعرف، في الفاصل كان بيقول ان في جماعات مصالح في هذه البلد تضغط لايقاف اشياء بعينها الدوله تود عملها. بعد ثورتين شعبيتين، لو رئيس وزراء مصر ورئيس مصر وحكومه مصر مستنيه ايه عشان تكتث وتواجه اصحاب المصالح وتحقق مصلحه الشعب؟ ظهير شعبي ايه اوسع واكبر واضخم واكثر زخما من ثورتين ومن إرادة شعبية داعمة. دوت بياخدنا معذرة طرح ثالث، واللي كان بالأساس كنا عايزين نتكلم فيه وكنت طرحته وكنت تقدمت بيه لوزارتين سابقتين، وزارة الفريق أحمد شفيق بعد الثورة على طول بأيام، وزارة الدكتور عصام شرف، وكتبته في مقال من أسبوعين ثلاثة، وشاف يعني زملائي يحفزوني إن أنا أعيد طرحه تاني بنفس هيكله المكتوب بيه. مصر محتاجة من الآخر كده لوزارة خيال. احنا محتاجين نخرج بره الامر الواقع التعيس اللي احنا فيه دوت. احنا بنحاول نصلح فيه وبنحاول نجمل فيه، بس احنا بنجمل في حاجه معتله. احنا محتاجين في تقدير الشخصي يتكون جسم من مجموعه من تخصصات مختلفه، قانونيه واقتصاديه وفنيه، مخرجين سينما، كتاب، روائيين، يحاولوا يتخيلوا حلول خياليه تماما لحل الازمات الاكثر الحاحا في البلد. خلينا انتوا وزراء عندكم مهام كلاسيكيه بجسم إداري كلاسيكي بمهام وظيفية كلاسيكية ومنصوص عليها، ومستهلكين في قضايا كتير فرعية وفي باد سيكتورز زي ما بنقول في الكمبيوتر كتيرة جدا 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 جدا. فأنا ليه ما اجيبش مجموعة أو أكون خلية خيال قاعدة بتحاول تفكر كل حاجة هتحلها إزاي؟ مضرب المثل الأكثر حضورا ما بيننا قبل الهوى وبعد الهوى وأثناء الهوى هو كان دبي. فكرة الحكومة الشعب السعيد، الحكومة لأجل إسعاد وإرضاء الشعب. في دولة في أمريكا اللاتينية لا أتذكر أورجواي أو باراجواي، عملت بوليفيا يا ربي، عملت حكومة للسعادة الشعبية.
احنا كمصريين يعني في الناس ماشيه في الشارع مكشره مكلضمه بتتخانق طول اليوم في المواصلات. الواحد لما بيجي مصر بيبص في 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 شحنه غضب عارمه ما بين الناس، او على الاقل الناس محتقنه وكله دايما مستني التاني عشان يتلكك عشان ينزل يتخانق معاه، ينزل من عربيته ويخبطه ويضربه. فليه مفيش حلول على مستوى السلام الاجتماعي؟ المواطن المصري اللي بقى عنيف جدا وبقى شرس جدا وبقى فاقد للثقه. يعني انا شايف انجازات حكوميه بتحصل او كلام عن انجازات حكوميه، ولكن انا بتعامل مع حكومه، حتى حكومه المهندس ابراهيم محلب الذي احترمه واجل جهوده، انا اتعامل معها كالحكومات السابقه، تعطيني من طرف اللسان حلاوه وترغ مني كما يرغ الثعلب. حكومات غير صادقه، كاذبه، في الاغلب فاسده. فليه دوت ما يحصلش فيه حل على مستويات المستويات الصلبه والمستويات النعمه، معذره، اللي هو المستوى النفسي، شخصيه المواطن، بنيه المواطن، احساسه عامل ازاي؟ واسوق مثلا بالتجربه البريطانيه في التعامل الاقتصادي مع بعض الامور. طرأ سؤال في بريطانيا منذ عده سنوات، لماذا لم تعد بريطانيا تصنع شيء؟ فجاء تفضل صحفي من هيئه الاذاعه البريطانيه قال والله انا هحقق وراء اللي بريطانيا بتصنعه والذي لا تصنعه بريطانيا. ففوجئ ان الاقتصاد البريطاني قائم على حوالي 4 أو 5 افرع رئيسيه. صناعة السلاح، صناعة الدواء، صناعة رقائق الكمبيوتر، صناعة زجاج ناطحات السحاب، صناعة الشوكولاتة. وضرب مثال بشركة شركة مشهورة عالمية تنتج نوع شوكولاتة عالمي، بتنتج سنويا منه 14 مليار وحدة يستهلكها العالم كله. وتخيل حضرتك 14 مليار بار شوكولاتة بيحقق مكاسب قد ايه؟ فالراجل بص قال لا والله احنا عاملين مكاسب عظيمه جدا ومهوله جدا، احنا مش شرط ننزل في وحل الصناعه، احنا عندنا مجموعه صناعات محددين ب4 أو 5 ملفات رئيسيه وشغالين عليها وقادرين نقيم اقتصاد عافي على هذا الاساس. فمتى تتحرك وزاره مصر والنظام السياسي المصري لحل الازمه؟ مش بتكلم عشان لا يفهم كلامي الايماء في غير محله، مش بتكلم على مصالحه مع ارهابيين او غير ارهابيين، لا، أنا بتكلم على جسم الدولة الأقرب ليها، جسم الشعب الأقرب ليها، اللي عنده أزمة مع الحكومة، عنده أزمة مع النظام السياسي. وفي نفس الوقت يعني أخشى ما أخشاه إن زي ما حضرتك بترسخ على مدار الحوار الفكرة على التنفيذ والعمل على الأرض والقياسات المنطقية، ده كلام مهندس شاطر، إنما من مهمة رئيس وزراء مصر أن يكون سياسي شاطر وأن يملأ الفراغ السياسي بحلول سياسية، لأن رئيس وزراء مصر لما ما بيتدخلش لحل الازمه السياسيه بتتدخل وزاره الداخليه، تتدخل وزاره الداخليه تحدث الازمه. هو الحديث يعني نبتدي بكل اللي انت قلته واحده واحده. اولا موضوع نزولي وان ساعات ان انا لا اثق في التقارير، برضو انا هوسع لك الموضوع اكتر من كده عشان تعرف برضو ازاي المواضيع. موضوع كان ان في مشروع اسمه الدويقه. الدويقه ده كان فيه صخره كبيره وقعت على الناس من زمان، وكان في بادره لحاجه زي دي، فاحنا تحسسنا الحمد لله ونقلنا الناس. وفي منطقه خطره فيها تقريبا 3000 اسره فيها خطوره، وخدنا قرار فوري بنقل المجموعه دي من الدويقه المكان الوحيد اللي كان موجود عندنا في 6 اكتوبر الاولى بالرعايه. فكان القرار قصري، ممكن تقول قرار يعني انت هتموت يبقى لازم اقنعك هو قصري ولا بتفاهم؟ فقلنا لا، لازم يبقى بتفاهم، تدينا نفهم الناس وبالراحة لأنهم إلى الأولى بالرعاية في 6 أكتوبر. نزولي أصلا مش بس كان ما كانش عشان بوتاجاز، دي جت البوتاجاز كانت في خلفية في خلفيتي، لكن ما كانش نزولي أنا، كان نزولي إن أنا أطمن. أنا لما بنقل الواحد من الدويقة وأديه 6 أكتوبر، يا ترى هو قاعد مرتاح؟ يا ترى هو عمل ايه؟ البيئة مختلفة تماما، ده بيشتغل في حتة بعيدة، طب ولاده ودهم مدرسة فين؟ يا ترى في مستشفى؟ يا ترى يا ترى يا ترى. فكلم كان يوم جمعة وكلمت السيد محافظ القاهرة وقلت له هننزل سوا كده وبدون اي يعني اي مقدمات، ورحت وقفت مع الناس. طبعا كان ما توقعته ان الصورة لم تكتمل، يعني انت عارف بقى السعادة، اصل السعادة درجات، انت ممكن تسعد واحد ان انت تيسر له حاجات، وانت ممكن تسعد واحد بايه الحد الادنى لانسانيه الانسان. ساعات انت بتبقى الحد الادنى لانسانيه الانسان ده ممكن يساعد يعني يسبب له سعاده. فرحنا مثلا خدنا قرار ان يبقى في باصات مجانيه عشان تنقلهم للشغل، لان كانوا بيتعرضوا الى استغلال من سواقين الميكروباصات.
كان في مشكله لان الامراض دي الميه والصرف الصحي لانها مبنيه من زمان في مشكله، شفنا الموضوع ده. نعم. الكهرباء كان في مشكله ان الكهرباء لازم يركبوا عدادات باسمهم، فخدنا قرار احنا نركب العدادات نديهم الكهرباء لان ده بيت صغير يعني. بعض الناس احتلوا شقق هناك وقعدوا فيها بشكل غير شرعي. فكان في حاجات كده كتيره جدا جدا جدا، العيش، المدرسه، كل الكلام ده قعدنا كلام حضرتك بس بيؤسس انا اسف هعمل سؤال ضروري هنا. في صوره مشهوره لحضرتك وحضرتك بتتفقد احدى المستشفيات، اظنها مستشفى في الصعيد، ووقت ما حضرتك بتتفقدها وحضرتك ماشي في وراك في الخلفيه ناس قاعدين على الارض، الله اعلم مرضى ولا زائرين، ملفوفين ببطاطين وحاطين حاجات جنبهم. هل حضرتك حققت في هذه الصوره بعد ما حصلت؟ ايوه ما احنا عايزين نوصل بس اصل يا احمد موضوع خلينا نتكلم فيه، انت اتكلمت بصراحه وانا هكلمك بصراحه. فضل. فكانت الموضوع ان انت وسط بقى المشاكل قالوا لي على ايه البوتاجاز، دي كانت زي ما بقول لحضرتك في خلفيتي، وبالتالي ابتديت على طول الحركه اللي انا عملتها والحمد لله انا سعيد بيها جدا. النهارده كان في اجتماع على مستوى عالي جدا وزير الداخليه وابتدينا فعلا ضرب يعني خطه للسيطره على المافيا، لان مكاسبهم كده انا قعدت احسب احنا بنطلع في السنه 350 مليون انبوبه بوتاجاز مينيموم، الحد الادنى لل 10 جنيه ده لو ما فيش ادي 3.5 مليار عشان لما بنتكلم على المصالح، لا هو اكتر من كده. فتشابك المصالح يا احمد نظرا لمشاكل كتيره ده في المجتمع ده ممكن واحد يشتغل نص ساعه او ساعه ويكسب له 50 60 جنيه ويقعد على القهوه كم انبوبه خلاص. عشان كده لازم عشان نتكلم نفس اللغه نبقى على ارض الواقع، مشاكلنا كتير. فحضرتك بتقول لي انت شفت وحققت، شفت وحققت، بس العوز والفقر يا احمد لازم نعرف ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا، احنا عندنا مشكله، كل مشكله بتقرب لها عايز مليارات والمليارات مش موجوده. يعني لما بتتكلم على الصحه ارجع للدستور بتاعك وشوف النسبه اللي المفروض من الناتج القومي كام يتصرف، تراكم سنين عشان بس ايه ساعات يعني انت سبحت في الخيال ورائع هذا الخيال، بس انا عايز اخدك شويه معايا للواقع. الواقع اللي احنا واقفين عليه لازم نكون فاهمينه. لما قعدنا كلنا ننتقد الكهرباء مش الكهرباء، احنا عشان بس نعدي عشان نوصل لصيف شبه امن ان شاء الله يبقى امن 40 مليار جنيه خطه اسعافيه. طيب 40 مليار جنيه الخطه الاسعافيه، طب تعالى نتكلم. انا مش والله انا بس بقول لك الواقع ايه. لما بتتكلم على مرتبات حكوميه السنه دي 207 مليار اخذت اكتر من ربع الموازنه، يعني في عندنا خلل لازم نشوف ان هذا الخلل ملوش حل غير رؤيه وعمل، رؤيه حقيقيه لموارد البلد. ازاي انت بتقول الشوكولاته وبتقول لي الخمس موارد بتوع انجلترا، طب انت عندك ثلاث حاجات في مصر، يبقوا عندك السياحة لأن مصر دي يعني المقومات السياحية فيها كبيرة جدا، عندك موقع اللوجستي والعبقري اللي ربنا اداهولك مصر شغال اللي احنا شغالين فيه النهاردة سواء في قناة السويس في ازدواج قناة السويس أو في تنمية منطقة قناة السويس، وعندك القوة البشرية اللي احنا بنعتبرها محنة. انت منحة نعم منحة محنة منحة هي احنا بنعتبرها محنه لكن ممكن تتحول الى منحه. نعم. فاذا النهارده بالنسبه للسياحه، السياحه دي لما نبتدي فيها ونبتدي وان شاء الله يبقى في امن وامان، مش بالطريقه اللي احنا لو غيرناش ثقافتنا وتقبلنا للسائح وان الطالب في المدرسه وهو في سنه اولى يبقى فاهم يعني ايه سياحه واهميه السياحه عشان نوصل لل 40 وال 50 مليون، ده مهمة جدا السياحة وإن دي اللي هتقدر تغير لنا. نمرة اتنين الموقع بتاع مصر وجذبه للاستثمار وإن احنا فعلا موقع مغري جدا، وده فكر بقى استثماري إن الناس برضو تفكر معانا إن المجتمع يتقبل المستثمر ويحس إن المستثمر مش جاي ياخد المصنع أو يمشي أو ده جاي يستثمر في مصر وهينمي مصر. حط تشريعات ضمنة ليا كمواطن وضمنة ليا كمستثمر.
ما يبقاش عارف ان ما يبقاش شاكك ان بعد بكره التشريعات هتتغير ما حضرتك فرأس ماله هيبقى عليه. ما قريتش قانون الاستثمار الجديد اقراه عشان ده كان اتنين كان واحد ممكن يمر كده يرفع عليك قضيه ويقول لك رجع المصنع ويرجع. يعني احنا فقدنا في فتره معينه في قضايا عماليه في المقابل كانت ضد مستثمرين ما حدش قادر عليهم. ايوه ده كان ما هو قانون الاستثمار الجديد احنا لازم نستناه شويه نشوفه لانه فعلا قانون اقرا قانون الاستثمار الجديد برضه هيدي لك نوع من الشفافيه برضه اللي احنا ما لا احنا بنتكلم انا مبسوط بس يعني انا بس لازم اشرح له عشان هو انت قلت ايه هو كاتب وراجل عنده فكر وبيحلق في الخيال لا هو بيعبر عن احساس كثيرين واحساس كثيرين معذره بس الخيال ده كان كطرح للتغلب على الامر الواقع المرير مش خيال مش راجل جاي بقول انا مش جاي من وقت ديزني يعني نخلط يا احمد الخيال على الواقع يطلع حاجه كويسه يا ريت وده اللي احنا بنعمله حضرتك طلعت بالخيال وانا بقول لك تعالى ننزل بسلام في المطار بتاع الواقع بس هو بيسال في الواقع برضه سياده الرئيس ده كله بس كيف نتماس ما انا بقول لك انا بشرح له التحديات الكبيره لانه هو بيقول لي انت شفت اللي كانوا ملفوفين في بطانيه شفتهم وعملت ويمكن انت لما تشوف مثلا في القصر العيني لا اول زياره ليا بعد حلف اليمين بساعات كانت في القصر العيني لو تفتكر ويرجع للحوادث اللي هي الطوارئ والحوادث وكان يوم ما عرفتش انام فيه حضرتك روح الوقت الطوارئ والحوادث في القصر العيني يا ريت نطلع حتى فجاه كده وشوف التغيير اللي جرى برضه باراده مصريين في طوارئ القصر العيني وطوارئ عين شمس واهتمامنا بالمستشفيات الجامعيه جايه من الانسان اللي كان متلحف في بطانيه ومرمي لانه ملوش مكان جميل فده اقتحام مشكله بس على ارض الواقع بامكانيات طيب ما كانش عندي فلوس عارف المبنى ده كان بقاله اكتر من 10 سنين ما خلص عشان المبنى كمبنى خلص عارف ايه عشان مش لاقيين ممرضات ومش لاقيين ستاف جبت ممرضات من وزاره الصحه جبت ممرضات من مستثمرين دون عدد من الممرضات جبت بنحل مع بعض ده الاقتصاد الغارق اللي احنا بنتكلم عليه ان في مشروعات كتيره جدا كنا ابتديناها ما قدرناش نكملها فالنهارده كحكومه انت بتقعد تدور صرف صحي ايه مستشفى ايه بتكملها بحيث ان دي تخفف الالام لكن احنا لازم نعترف ان احنا عندنا مشاكل هذه المشاكل مش هتيجي الا بحلول باراده قويه جدا في ان انت تجذب استثمارات ما عندكش مجال غير كده جذب استثمارات وجذب سياحه لبلدك عشان تجيب عائد وعشان تشغل الناس اتفضل انا بس عايز اقول حاجه بخصوص الاستثمارات والاموال اللي هو خاصه في مجال في ملف التعليم انا مش شايف ان في مشكله في التمويل في مشكله التعليم خالص يعني مشكله التعليم لا مشكله اداره وفكر. وحتى لما كنا بنتكلم عن معايير الاداء مش بس ان انا اطلع حصل ايه في البرنامج وده هو الشفافيه لا الموضوع اعمق واهم من كده بكتير معايير الاداء العاملين نفسهم حضرتك مشكله كبيره جدا من العاملين والقائمين على العمل في هذه المؤسسات ما بيتمش تقييم عملهم ابدا الترقيه بتيجي بس عشان انا بكبر في السن فبترقى وده من هنا عشان كده قانون الوظيفه العامه بقى ارجعي لقانون الوظيفه العامه هو لا يطبق ما هو معلش هو ايا كان اللي هو الخدمه المدنيه انا خايف من هذا التدخل ان يخرجنا من طرح رئيسي اتكلم فيه احمد الدريني طيب برضه خلينا نكمل مع احمد يعني احنا بنتكلم بين الخيال والواقع وهنوصل الى نقط تمس حضرتك قلت ان عندنا ازمات اقتصاديه طاحنه عندنا ازمه ماليه لازم نعرف محتاجين نحل جزء من هذه المشاكل عشان ما نشوفش الصور اللي بتؤلمنا واحمد كان بيتكلم في جزء الاداره جايز لان انا اعرف شخصيه حضرتك من سنين طويله احمد بيسال هو ليه ما بيتخدش قرار رادع ليه القطر لما موت ناس ما سمعناش ان رئيس المدينه ده فورا اتوقف عن العمل وكيل وزاره التربيه والتعليم في الغربيه اللي سمح لاطفال يطلعوا في يوم ممنوع جايز يكون اتخذ قرارات وجايز يكون احيلوا للتحقيق وحضرتك بتفضل عدم الاعلان عن ذلك بفضل عدم الاعلان بس لازم برضه اقول له ارقام مصر بتبقى صادمه انها تسمع الناس انت عندك عارف يا احمد عندك كم مزلقان غير شرعي في مصر اكتر من 4000 مزلقان اتقفلوا وبيتفتحوا تقفل من هنا وتخرج يتفتحوا تاني وعشان كده لا مش عشان عشان مفيش ثقافه يعني كل واحد عايز يفتح قدام قريته انت عارف يعني ايه مزلقان بيتفتح بيردم الفلانكات ويعمل رامب صغير كده العربيه بتعدي فدي مش موجوده في اي حته في العالم يبقى التعامل مع دوت مش بقاش تعامل بالخرسانه بس على الارض بقى في بني ادم محتاج تتعامل معاه وتكلمه نعمل ايه بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه قول لي نعمل ايه وايه اللي هنعمله ان احنا حملنا الساده المسؤولين
كل محافظ فيه على نطاق محافظته، مدير السكة الحديد في نطاق محافظته، هنوصل لغاية رئيس القرية. رئيس القرية اللي عنده مزلقان مردوم يبقى هو المسؤول. احنا بس هتعمل ايه؟ ما هو انت عايز، مش هتقدر تجيب على كل فرد في البلد عسكري. هردمه واحط للناس حل تاني. ايه الحل التاني؟ ما انت تعمل مزلقانات رسميه والبتاع اللي اتفتحت دي احمد كمتر. ما هو ده دي هندسه بقى. ما فيش بلد في العالم عامله على السكه الحديد اللي هو 1100 كيلو اسوار سكه الحديد بتحترم وفي مزلقانات الناس بتعدي منها. واحنا النهارده اشتغلنا في مزلقانات وعملنا كباري مكان مزلقانات وشغالين في هذا المزلقانات الرسميه اللي هي كانت بتعتمد على العامل اللي هو نام ما قفلش المزلقان عمل حادثه. احنا في خطه لتطوير المزلقانات، لكن ما اقدرش اطور كمان او اعترف بمزلقانات غير شرعيه لان ده اجرام، ده تعدي على السكه الحديد. فهي النقطه ان في جزء كبير من حوادثنا ومن حياتنا جايه من اهمال، ومش هنقدر نحط على كل واحد عسكري الا ان احنا نغير الثقافه دي. هنا ثقافه التوعيه اللي هي مسؤوليه الحكومه، ان هي عندها ازمه محتاجه تستثمر فيها بدل ما عماله تهد وتبني عشان الناس مش فاهمه، يبقى محتاجه تفهم الناس وتتوجه ليهم. توعيه مشتركه ما بين هي مش التوعيه بس، لا مش مسؤوليه التوعيه، ما التوعيه والعقاب الاليتين مع بعض بالتوازن. تيجي بقى لموضوع مهم جدا اللي هو الداخليه. طب هل ممكن تسمح لحضرتك عشان مضطر اطلع فاصل اخير ونرجع نكمل الكلام مباشره مع السيد رئيس الوزراء. الملف سخن، السلام المجتمعي شيء مهم، الحديث عن الداخليه، ما معنى كلمه هيكله اللي طرحها احمد دريني؟ هل الان وزاره الداخليه باللي عمله وزير الداخليه الجديد القرارات الجريئه بتغييرات شديده جدا واسماء كلها تدعو للتفاؤل، هل يا ترى ده جزء من الهيكله؟ هل هناك فكر جديد ننتظر من وزير الداخليه يعلنه لنا رئيس الوزراء؟ بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في حوار مفتوح بين معالي رئيس وزراء مصر ومجموعه من الشباب بيمثلوا اتجاهات وافكار مختلفه. كل الاسئله المحتمله تطرح في هذا الحوار بلا اي خط احمر ولا رفض. قبل الفاصل كان احمد دريني زميلي العزيز بيطرح على السيد رئيس الوزراء مجموعه من القضايا، انا همسك اخر نقطتين السيد رئيس. احمد كان بيسال انا علشان كمواطن أثق في هذه الحكومة، حثق في التوبة والعقاب، فعندما يقع رئيس الوزراء بعينه على خطأ وعدم رقابة وتسيب يبقى أنا عندي مسؤول حتى ولو كان في حكومتي. ما بنعرفش إيه الإجراء اللي بيتم، بنقول برافو رئيس الوزراء اللي نزل بنفسه اللي رصد، لكن إيه اللي حصل للمسؤول؟ يبقى المسؤول ده مش في مكانه. بنسمع دلوقتي إن في وزير من الوزراء من الحكومة اللي مشيت قيد التحقيق في فساد ما أو اتهامات ما في وزارته، بنسمع فجأة ولا يجد من لا نجد من يجيب ويقول لنا الكلام ده صح ولا غلط. احمد بيتكلم عن فكره المصالحه المجتمعيه، ان هناك ما بعد 30 يونيو حصل مصالحه ما بين الشعب والداخليه وكانت عوده جديده، ولكن في الفتره الاخيره بدات هناك مجموعه من الاشتباكات، زائد انا في جزء بيلعب فيه الاخوان بتحريض سيء جدا احنا بنرصده كاعلاميين، ولكن ايضا هناك رصد اخر ان لا، في مساحه من الخطا، مساحه من التجاوز، ان المساحه والهوه تتسع ما بين الداخليه والفئه او القطاع الكبير من الشعب اللي ملتصق بيها ويهم انه الداخليه دي تبقى كويسه. دور رئيس الوزراء السياسي في هذه الحاله ايه؟ طيب انا برجع على الثواب والعقاب، وحضرتك كنت بتتكلم على موضوع الانابيب وان التقرير. اولا النهارده جرى اجتماع حضروا السيد وزير التموين والسيد وزير البترول والسيد وزير الداخلية عشان ندرس ايه السبب ان بيبقى يعني في حاجة جاية من الواقع، وهذا الواقع فعلا الحكومة ادته. يعني وزير البترول مسؤوليته بتنتهي لانه طلع الانتاج الانابيب البوتاجاز وصلها، وزير التموين مسؤوليته يعني فيها انه مركز على ان مراكز التوزيع وصلت انابيب البوتاجاز. عمليه بقى طبعا ممكن يكون في تسريب وممكن يكون في فساد في عمليه التداول، وعشان كده النهارده كنا بنتكلم مع بعض في منتهى الصراحه، في فساد. طب هنضرب الفساد ازاي؟ والفساد مش في القاهره بس، زي ما كنت بقول لحضرتك ان الارقام بتبقى كبيره.
والفساد متواغل. وده اللي كنت بقول أصحاب المصالح، إن أصحاب المصالح عشان تتضرب دي عايزة خطة وعايزة رؤية وعايزة أيضا إن احنا نرجع ونشرح الكلام ده للمجتمع. اللي أنا بقول احنا بنطلع في السنة 350 مليون أنبوبة بوتاجاز، لو 10 جنيه فوق السعر اللي بنبيعه أدي 3.5 مليار جنيه. نعم. هو اكتر من 10. هي الانبوبه امن قومي سياده رئيس الوزراء طبعا بلا شك. احنا الانبوبه بتكلفنا فوق الستين جنيه. لو هناك تشريع قاسي في مرحله انتقاليه مصر بتمر بيها لكل جرائم الفساد التي تمس امن المواطن وغذائه، زي ما اتعمل قانون الكيانات الارهابيه علشان مواجهه ارهاب عنيف جدا، لو وصل الامر بتاع انبوبه البوتاجاز ده ارهاب، بتاع لو وصل الامر هيطلع تشريع لازم نحمي المواطن باي طريقه. نعم. لان لو الامور وصلت الى مافيات لا هنتوجه وهنواجه المافيات، لان في مافيات في حاجات كتيره جدا وهنواجه. فاحنا ده بادئ في الاراضي، ده هيبدا في كله. طب حضرتك ما انت جرى في الاراضي وان احنا ابتدينا نرجع حق الدوله في اراضي مختصبه، والتعديات على نهر النيل وبقوه. يا اخي ده كان في واحد رادم النيل وباني، هتسكت؟ الاراضي او اراضي الاوقاف اللي ازيلت في المطريه، ناس اخذت اراضي اوقاف وازيلت في المعادي، اتنسفت ومش هنسيب. شوف يا فندم، حق الدوله لن يترك، والا نبقى ليه؟ لاصل ده حق الدوله، يعني حقهم كلهم. نعم. لكن حجم الجاره من الارتباك في وقت ما كانش فيه دوله، ما كانش فيه دوله فعلا، في فتره ما كانش فيه، كل واحد يعمل اللي هو. النهاردة الحمد لله الدولة بتتعافى، الدولة اتوجدت، الدولة بتحط رؤية واضحة جدا لاستعادة حقها. ليه حضرتك ما بتعلنش عن توبيخ وزير، توجيه اللوم، عقاب وزير؟ نعم هناك وزير سابق يتم التحقيق معه. هل المعلومة صحيحة أولا؟ لو في حاجة حقيقية أنا بعلن عليها. أنا لما رحت جامعة اسكندرية وفتحت مستشفى، وكانت مستشفى جاي لي تقرير انها جاهزه للافتتاح، ورحت وكنت سعيد بيها جدا، واستشعرت ان في كده حاجه برضه مش مظبوط. بعدها بعت مجموعه ادوني تقرير ان المستشفى مش شغاله بنسبه 10%. حضرتك عارف ان انا خدت اجراء قوي واقيل فيها رئيس الجامعه. فانا بقول لحضرتك يعني احنا لازم نرسخ مع بعض الثواب والعقاب، بس لازم ايضا وانا باخد القرار ابص للصوره مكتمله. ساعات التحديات بتبقى كبيرة جدا، احيانا بتشفق على الوزير او المسؤول اللي معاك يا فندم حتى اذا قصر فبتلتمسه الاعذار. لا انا بقول بشفق على الوزير اللي معايا من كم المشاكل اللي تنوق بها الجبال. فعلا ساعات في بعض الوزارات فيها مشاكل كتيرة جدا، وبشفق عليه وببقى فعلا انا مجمع ألمهم كله عندي وحاسس بيهم، وبقى واقف معاهم في حاجات كتير جدا عايزه قرارات وعايزه. وما تنساش برضو ان في هو الوزير ما بيشتغلش لوحده، هو الوزير بيشتغل بجهاز كبير، واذا ساعات الجهاز ما بيبقاش بيساعد كمان، خد بالك من دي. الايدي المرتعش اللي بنقول عليها، الكلام ده كله جرى في فتره معينه ان في ناس كتير جدا بتتردد، لدرجه ان في بعض الامور مجلس الوزراء يعني بياخد فيها قرار وبينفذها، زي مثلا المصالحات اللي تمت. نعم. مع مستثمرين، وكان لازم تتم مع مستثمرين، دي كانت طبعا بقالها سنين مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادي. الحمد لله وصلنا الى مصالحات هل كبيره. هل لم تاتي على حق البلد يا فندم؟ نعم يا فندم. هل لم تاتي على حق البلد اطلاقا؟ الم تكن لحساب المستثمرين فقط؟ اطلاقا، لانها كانت في منتهى الشفافيه، كانت. نعم. كل الاجهزه الرقابيه معانا، كل جهات التحقيق معانا، كل حاجه، الشعب معانا. وقلناه لما انت جبت فلوس للبلد، ولكن المهم انت في الاول وفي الاخر عايز توازن بين حق المستثمر وحق البلد، وحق البلد انت وضعه فيه يعني نصب عينيك وبتحافظ عليه. لكن لازم تدخل مؤتمر في الاقتصادي وانت فعلا حاسس ان انت عادل، وان المستثمر اذا كان هناك نزاعات قرار كان عادل. الموضوع الثاني حضرتك قلته الداخليه، وانا ليا رؤيه. هناك فرق كبير جدا بين القوة والعنف. أنا عايز الضابط القوي الأمين مش العنيف. وده يمكن أنا كنت في نقاش مع السيد معالي السيد وزير الداخلية. أولا أنا أكن كل الاحترام للسيد الوزير محمد إبراهيم، لأنه أدى دوره في مرحلة هامة جدا، وتثبيت البلد في مرحلة مؤامرات. والحقيقة يعني لما جاء السيد الوزير مجدي
عبد الغفار قعدت معاه وكانت رؤيتي في فرق بين القوة والعنف. أنا عايز القوي الأمين، القوي بالحق وبالقانون، اللي يقدر يدخل بؤرة إجرامية وفعلا يعرف يتعامل مع مجرم. حضرتك مش عايز هنتعامل مع مجرم أو واحد بيعتدي على بيتك وتقول له من فضلك تعالى أقبض عليك، ما ينفعش. وهو ماسك لك سكينة تقول له من فضلك نزل السكينة، عايز يقول لي بس من فضلك رخصك، ما يقوليش رخصك. هيقول لك من فضلك، ده بقى ده القوي الامين، هيقول لك من فضلك رخصك، ده القوي الامين، لانه هيبقى امين مع حضرتك لان هو موجود. عايزين نرجع فعلا كلمه ان الشرطه في خدمه الشعب، تحميك ساعه ما حد يجي يفجر برج كهرباء، اقول له من فضلك ما تفجرش البرج ولا تعامل معاه. يجي يحرق اسم شرطة. أنا آسف بس عشان ما نبقاش بنأسس للخلط بس عند الناس. حد بيفجر ده يتعامل معاه، يقتله في موقع الاشتباك، يمسكه يقبض عليه، إنما بعد ما قبض عليه ما يعذبوش ما يعتديش عليه. أنا قلت إيه؟ القوي الأمين. أنا تمام. نعم. القوة، وقلت إيه؟ أن القوة ليست العنف. تمام. بس ودي دي سياستي ودي رؤيتي، القوي مش العنيف. ما هو قوي بالقانون. العنف على فكرة، على فكرة العنف ده ضعف. تمام. يعني انا لما اقدر يعني العنف ده دي قمه الضعف وعرض لخلل نفسي. احنا بقى دي انت بتسالني على سياستنا في الداخليه، هي بتبنى على اساس القول الداخليه في منتهى القوة. شوف الداخليه، هل هذه مراجعات تتم الان او توجيهات من معالي رئيس الوزراء كل وزير الداخليه بيبقى له لو وزير الداخليه تحديدا، هل حضرتك طارح وطالب منه رؤيه محدده لوزاره الداخليه في المرحله القادمه؟ قوه الشرطه، ان كل واحد فيكم يحس بالامان وهو مروح بالليل، ان التواجد الشرطي بالليل والتواجد الشرطي، السيطره على الاسواق، التدخل السريع، مواجهه القنابل المتناثره الكبيره، رفع معنويات ضباط الشرطه، ما هم اخواتكم طبعا. هو ما هتلاقي ابن عمه وضابط وابن وفلان، يعني دول اولادنا واخواتنا، لازم هم جزء اساسي، وشالوا كتير وهيشيلوا تدريب تطوير، الكلام ده كله ده بيدي قوه للشرطه. وبالتالي حته العنف دي المفروض انها مرفوضه مننا جميعا. بس يا فندم بعد اذن حضرتك اتفضل الدكتور. انا اسف التدخل، بس الازمه ان في اخطاء قاتله للشرطه وللداخليه، بتبقى الاخطاء عاليه يا فندم، احنا ما بنلقاش رد فعل رغم انها فرديه احيانا. الله ينور عليك. قضيتين قضيتين شهيرتين، الشهيده شيماء الصباغ. هل حضرتك احنا عارفين نتائج التحقيق خالص؟ احنا كنا نتمنى يا فندم، احنا نثق، انا شخصيا وانا عايزكم تثقوا معايا ان احنا عندنا فعلا محامي شعب، نائب العام يرغب، دي حقيقه، ولا تدخل اطلاقا ان حد يقدر يوجه اي تحقيق. فاطمنوا هنعرف الحقيقه فلا نستبق. لا انا بس معلش، ساعات الحقيقه بتاخد وقت. ما عندنا لسه الدفاع الجوي، يعني عندنا كذا قضيه بننتظر. التاخير ده بيخلي معدل الغضب عند الناس يزيد، ومهما كانت يعني عارف حضرتك، لو التحقيقات بتبدا بقى الاتجاهات كلها تمشي في اتجاه، اذا وثقت انت في محامي الشعب، اذا وثقت في النيابه، تاكد ان ممكن بيبقى فيه سبب هام جدا في استكمال التحقيق. بس المهم نوصل للحقيقه. هي الفكره هنا دي، ودي مهمه، وده برضو راي الناس على اللي هم. انا سايب الحوار مفتوح علشان احنا بنشطب يعني. الفكره في انه هو الثقه عموما بين المواطن والدوله عموما عندها مشكله بالذات في الحته دي. يعني كتير جدا من الناس وقت ما يعني ما شهيده شيماء حصل ما كنتش تقدر تتكلم تقول يا جماعه طب نستنى نتيجه التحقيق، حتى ده ما كانش اوبشن. كانوا هم مدركين. انا بعدها ب10 دقائق طلعت بيان انها ويعني نعم 10 دقائق، ان وكان ده تغير في اداء مجلس الوزراء، ان رئيس الوزراء شخصيا يطلع بيان، وكنا محتاجين ان كله يكمل بالسرعه. يعني حريص على اظهار الحقيقه ومحاسبه المخطئ مهما كان، وانا بكلمك بامانه وصدقه، محاسبه المخطئ مهما كان، وانا واثق تماما في النائب العام وفي تحقيقات النيابة. هل هناك أنباء لدى حضرتك أنه قريبا قد يعلن النائب العام عن نتائج هذه التحقيقات؟ يعني ما عنديش معلومة. نعم. لكن أنا واثق أن هناك تحقيقات، وأنها واثق أنهم أخذوا المساحة الكافية، وبإذن الله يعني ستعلم. طب أنا أسف علشان أنا طرحته كذا مرة، فأكيد الناس هيبقى عندها فضول، هل لدى حضرتك علم أو تعليمات بالتحقيق مع
احد الوزراء السابقين؟ لا يوجد والله ما عندي. نعم. ولا يوجد اي حاجه كده. نعم. انا قابلت الزملاء السابقين وشكرتهم وفعلا هم ابدوا اداء يعني بقدر ما استطاعوا وكانت فتره صعبه وشكرتهم. لم يكن فيهم اي وزير مستبعد لاسباب رقابيه اطلاقا. نعم. اطلاقا. وانا بكلمك بصدق. لا ما هو لحضرتك انا بقول لحضرتك بصدق ولو كان في حاجه هقولها. احنا عايزين نبني ثقه. انت بتكلمني بقى على فكره المصالحه فكره لا على السياسه ورئيس الوزراء ودوره السياسي. تمام. انا قاعد معكم ليه؟ مش بلعب دور سياسي ان اتوقف انا بنزل الشارع. انا في نظري السياسه هو التواصل بين الجميع وازاي اوصل لك معلومه. لكن السياسه في المرحله اللي احنا عندنا دي في المرحله اللي احنا فيها ازاي اعالج واحد مريض؟ ازاي اخلص مستشفى؟ ازاي اخلص مشروع صرف صحي؟ ازاي احسن اداء حكومه؟ ازاي دي السياسه. ولكن هل في نظرك السياسه هي مناظره نقعد نتكلم كده في مناظرات؟ انا ارفض النهارده ان السياسي يبقى يقعد تنظير. انا ما عنديش حد وقت للتنظير. انا عندي وقت للشغل وعندي وقت ان انا احافظ على كيان هذه البلد وادي حياتي لحتة بس ان البلد تتقدم. ان اعالج طفل محتاج علاج يصلني. بس حتى لا يبدو ان انا اتواصل مع شارع. لا يبدو الامر هذا الجزء الاقتصادي الانساني التنموي فقط ولكن الحريات كمان جزء بلا من شك. اهتمام حضرتك بلا شك الحريات جزء من اهتمامك. واحنا قاعدين نتكلم في حديث بلا سقف وبمنتهى نعم. الديمقراطيه. يعني احنا السياسه في نظري طبعا الحفاظ على يعني حقوق الانسان. نعم. يعني وده موضوع مهم جدا قدام نفسنا وقدام العالم ان بلد تحترم حقوق الانسان. احنا في مراجعات كتيره تمت وتم افراج عن اعداد كبيره من الشباب اللي واعداد كبيره كانت في السجون. ومجرد ان احنا بنلاقي يعني فرصه لان فعلا ما فيش اتهام يوجه. لكن النهارده ما تقدرش تدخل حكومه في قرار نيابه. النهارده لما انت عندك واحد متهم اتهام ومحبوس باتهام جنائي انت لازم تثق في حاجه يا احمد ان الحكومه هذه الحكومه تحترم تمام وجودها كسلطه تنفيذيه وتنظر الى السلطه القضائيه بمسافه كبيره جدا. ما نقدرش يعني حتى ما فيش تماس. نعم. ما فيش تماس لان فصل السلطات ده مبدا مهم فمش لازم نخلط. لكن لو في واحد مقبوض عليه ولم يوجه له تهمه او في واحد اتعامل بعنف او في اخلاقيات لم ما كانتش مظبوطه من ايا كان تاكد ان الحكومه هتكون في صف الشعب. هي السياسه تبدا من هنا ولا تنتهي بالحلول السياسيه الشامله والتعامل مع الحاله المجتمعيه الحرجه. التعامل مع الحاله المجتمعيه الحرجه كوظيفه رئيس وزراء جزء اصيل منها ومحمود له ومشكور له انه بيدور ورا المحتاج يتعالج ورا المحتاج يشتغل ورا اللي عنده ازمه ورا المقبوض عليه ظلما. ولكن هو الضمانه ان هو بيحل من فوق ومن تحت بيتلافى الثقوب اللي في البلد اللي افرزت ان الناس مش لاقيه تتعالج وبيحل من فوق الحل اللي يقلص مش هقول يمنع ان الازمه اللي تحت دي تحصل. التنميه دي السياسه اللي انا شايفها ان هو انا التنميه اللي لازم المفروض تنميه مستدامه في هذا المجتمع. يبقى لازم يكون عندي رؤيه ازاي انمي مجتمعي. ازاي النهارده انا بعمل كتاب لكل محافظه ايه عناصر التنميه عشان المحافظ ياخده يبقى هو عارف ان في عناصر تنميه. التنميه ان انا اقدر اعمل وزاره للتعليم الفني عشان اجهز ابنائي انهم يكونوا قادرين على الشغل. التنميه ان انا ادخل في ملف التعليم او اصارحكم بكل العيوب اللي فيه وازاي نصلح سوا بالدروس الخصوصيه بالسنترز اللي هي المراكز اللي بالمعاهد الخاصه اللي هي ممكن ما تكونش. حضرتك بتشوف ان السنترز دي كارثه بلا شك. نعم. قول لي في اي مكان في العالم. طب ليه سايبينها وهي معروفه بالعنوان بالمكان بكل حاجه؟ استاذ خيري كل حاجه بتتحل. ما هو لو المدرس يعني في محاور كتيره جدا. البرامج التعليميه تطلع تاني في التلفزيون في خطط يعني في خطوات هتبان في استراتيجيه للكلام ده واعتمدت يعني احنا عندنا استراتيجيه في التعليم اتناقشت على اعلى مستوى والمفروض انها تستكمل. استراتيجيه في النمو السكاني واتناقشت وعملنا وزاره لان اهم ملف شوف احنا بنتكلم في كم ملف. اهم ملف بقى في نظري الزياده السكانيه. احنا وصلنا ل 2.6 مليون في السنه. استاذ حضرتك انا عايزه
انا عايز احتفظ بحق في طيب لا ممكن يعني. طيب انا هحتاج جمل بس جمل اتفضل سريع. طيب انا اقول لحضرتك اربع جمل سريعه جدا عشان بس الوقت. مصر مش كلها افنديه وناس لابسين بدل زينا. في فلاحين. الفلاح المصري مش المستثمر في المجال الزراعي. الفلاح المصري ليه اربع سنين ما سمعش كلمه بيل ريو. احنا جبنا وزير زراعه فلاح ده عظيم لسه ساكن في قريه. دي نقطه. ما ده احساس سياسي بقى. ده احساس سياسي ان انت تجيب وزير زراعه فلاح عايش معاهم بيلبس زيهم بياكل زيهم. وده فن الممكن. بس يا فندم لو معاه المخاطبه والتعاون وللعلم معاه دكتوراه طبعا ومفيش تناقض. ما هو طيب. ده التعاون السياسي التقدير. ما هو ده التعاون خلاص التقدير. بقى احنا بقى مش مهندسين بس. لا دي نقطه. اتمنى ان الفتره الجايه الفلاحين في مصر وشباب الفلاحين في مصر يحسوا باهتمام حضرتك بشكل شخصي. دي النقطه الاولى. شوف انا تواصلي مع الشباب تواصلي في الشارع ان انا بحس بالنبض ان انا اجيب وزيره سكان ان انا اجيب وزير للتعليم الفني ان انا اجيب وزير زراعه فلاح بيزرع ارضه. انا بعتبر ان دي كلها قنوات سياسيه. ان انت تتواجد في عشوائيه ان انت تتواجد ساعه الحدث ان انت تحاول تستبق يعني دي السياسه في نظري. لكن السياسه لو حضرتك قصدك التنظير مش قصدي التنظير خالص. انا مش قصدي التنظير خالص. قلت لك قصدي بالظبط. قلت بالظبط قصدي يعني احنا بنتكلم نفس اللغه تقريبا. دي لا مش تقريبا. طيب بعد الفلاح في كيان مهم جدا في مصر اسمه الجامعات. الجامعات عندها مشاكل كبيره جدا. هقول لحضرتك فيها عنوانين سريعا. لا يجوز احنا كشباب ان احنا نقبل بعد ما كانت انتخابات لقيادات الجامعيه نتيجه للثورتين يطلع قرار بيقول ان مفيش انتخابات لقيادات الجامعيه. انا في كليه الاداب جامعه حلوان وجبنا بعميده الدكتوره سهير عبد السلام بالانتخاب وهي بتؤدي اداء جيد جدا. انا مين يضمن لي ان يجيني عميد تاني من غير انتخاب كده؟ الحاجه الثانيه يا فندم في لجنه اظن لا 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 القانون الجديد يا فندم بيقول ان مفيش قانون. اي ده اللي وصل ده اللي وصل القانون على فكره برضه عشان استبق قالوا ان احنا هنخصص المستشفيات الجامعيه. الكلام ده لا اساس له. وعارف انا عملت ايه؟ جبت كل مديري المستشفيات كل عمداء كليه الطب قعدت معاهم والتقي بكل مديري. تطوير المستشفى الجامعي اساسي. احنا عندنا 80 مستشفى جامعي. دول ممكن يكونوا يعني فنارات لعلم كبير جدا وعلاج ناس وابحاث لكن ما بيأدوش دورهم النهارده. طب ازاي نأدي دورهم؟ مع بعض نفكر سوا ونرقى. في فرق بقى بين ان انت بتعمل سياسه للتعليم الجامعي الطبي وفي فرق ان انت عايز تخصص. فاللي حاول شوف بقى كل حاجه ياخدوها كده البعض يعني ويحاول يحطك في وضع غير الوضع اللي انت فيه. فده كان نوع من الحوار الكبير مع كل العمداء. النقطه الاخيره في الجامعه الأخيرة. الطلبه بيحاولوا يوصلوا ان هم يقابلوا اي حد في 3 سنين مش عارفين يقعدوا مع حد. نفسنا حضرتك او معالي وزير التعليم العالي لا انا كل طلبه اتحادات الطلاب دلوقتي اقعد مع الطلبه. انا بقول لك انا يا سيدي اقعد مع طلبه اتحادات. مش انت استاذ مساعد في الجامعه ان شاء الله تبقى استاذ ان شاء الله ونبارك لك. جمع الطلبه اللي هم اتحادات طلابيه هاجي اقعد معاهم انا والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي. مفيش دول اولادنا ولازم نسمع بعض. ده كلام كويس. نجمع اتحادات الطلاب الجامعات المصريه ويتحدد مفيش مع السيد رئيس الوزراء. ده كويس. اتفضلي. انا بس عايزه اتكلم في موضوع التعليم الفني بالتحديد اللي هو فكره الوزاره هي خطوه بس انا عايزه اتكلم على المشكلات الهيكليه بالاساس وبطرح او بطلب من حضرتك بعض الطلبات اللي عايزه حضرتك تضمنها لي حاليا في بدايه الوزاره. ودي تعتبر يعني فرصه هايله ان حضرتك تضمن بمن حضرتك يعني يور سبونسرنج الموضوع ان يكون في اطار تحفيزي وقانوني يخلي القطاع الخاص يتعاون ويفعل المسؤوليه الاجتماعيه. انا عايزه كل الشباب بتاع التعليم الفني والتدريب المهني يتدرب في الشركات ومصانع مصر كلها وده احنا قادرين عليه. طيب ده طلب. الطلب الثاني يعني المناهج تتطور ومناهج تتطور في لجان موجوده من سنين ما بتطورش المناهج وما بتاديش دورها. اللجان دي لازم تتحاسب وخاصه لا معلش مش هتتحاسب لانها ما تعرفش تطور عشان مفيش بيانات. يبقى لازم تمشي لازم تمشي. انا بكلمك جد. انا رحت اتفرجت على حاجات في الصناعه مثلا يقول لك ايه المواسير بالقصدير. الكلام ده مفيش خلاص النهارده. بي في سي واليو بي في سي والكلام ده في حاجات تروح مثلا يقول لك لحام ومفيش مكنه لحام. هيعلموا لحام ازاي يا جماعه؟ احنا لازم نقتحم. لازم بص يا حبيبه انت كلامك فاهمه
وفهمه كويس قوي. موضوع عشان الوقت بس الموضوع رجال الاعمال. انا النهارده كنت مع السيد الوزير ويا ريت تقعدوا معاه وعشان وزير الصناعه وزير التعليم الفني بنتكلم على اللي هو سكيلز كونسل اللي هو مجلس المهارات. قلت له كون مجلس المهارات ده من 2010 حضرتك بنحاول نعمل هنعمله الجديد الجديد ما كانش فيه وزاره مجلس المهارات مجلس المهارات ده هيكون من اكبر رجال الصناعه اللي هو انت عايز ايه؟ انا بصنع سيارات طب عايز ايه؟ قول لي عايز ايه؟ يديني التوصيف ويديني البرنامج بتاعه احطه في برنامجي عشان اقول له ادي شركه سين ادي العمال اللي انت عايزه وصدرهم في جميع المجالات في مجال النسيج في كل فهيبقى في مجلس من المهارات قاعد موجود وده قرار النهارده خدناه وممكن يا حبيبي يعني هستغل وجودي مع رئيس الوزراء وهنطلب انك تروحي تقابلي السيد الوزير وتقدم له انا عارفه شخصيا احنا يعني بالعكس بنتواصل مع بعض طيب كويس اقعدوا معاه انتوا هتبقوا سند كبير جدا في رؤيته وسند كبير جدا في التواصل الاجتماعي معاه لان احنا عايزين نعمل ان التعليم الفني مشروع قوي يا ريت هو مشروع وان يا عمي بدل ما تروح الجامعه تعال عندي في التعليم الفني هتاخد مرتب احسن وهتلاقي وظيفه احسن ونغير وهتطلع بره. التعليم الفني اولا انت بتبتدي حياتك صغير بتبتدي حياتك عندك 18 سنه هتكسب. عايز رأي التعليم المستمر مفيش تعليم احنا عايزين جامعه فنيه وتكنولوجيه في مصر ما. يعني انا بتمنى طب انت عاجبك الجامعه العماليه يعني هو لا هي لا طبعا مستواها ما احنا مش مستوى احنا لا ده ملف هيتفتح عايزين كليه بما له وما عليه كليه تكنولوجيه بشهاده احنا عايزين كليه للسكه الحديد يا فندم متخرج من كليه للسكه الحديد علشان عندنا سكه حديد بس لازم الناس تتخرج ما عندناش ما هو ده بقى التعليم الفني ايماني بالتعليم الفني بقول لك اشبه من العقيده لان انا جربته وعارف قد ايه انت اولا وانت عندك 18 سنه حتى وانت بتتخرج وانت عندك 23 سنه من كليه التجاره او من اي كليه وما تلاقيش شغل بتبقى عبء على اهلك طبعا وبتدمر نفسك بدري ومعايا 18 سنه انت بترفع مستوى اهلك اللي هم محتاجينك وهتقدر تكمل هتجيب لي صناعات هصدرك يا سيدي الفايد وهصدرك فين هصدرك لاوروبا انت عارف شده احتياج الايدي العامله في اوروبا لان هم بيتناقصوا عددهم بيتناقص فهم محتاجين العماله الفنيه بجد وعمالتنا فيها عماله هاديه جميله ما بتعملش مشاكل فاحنا الامل كبير جدا في التعليم الفني. طيب حسن في جمله انا اسف بس جمله واحده انا اتمنى يعني انا هقول الامنيه اللي انا عايزها انا عارف انها ما عنديش قرارات تنفيذيه ممكن اقولها لكن هو انا محتاج ان صوت الناس اللي على السوشيال ميديا الحكومه ما تبقاش بتسمع الصوت العالي بس بتسمع الهمزه الاه زي ما حضرتك وضحتها من على السوشيال ميديا من على إن شاء الله. انا لو لقيت وانتوا تشاركونا وهنتكلم وزير اشرف العربي بحيث انه يحط في الهيكل التنظيمي للوزارات التواصل الاجتماعي. مصطفى انا هستغنى عن كلمتي عشان الوقت انا متشكر جدا بشكر حضرتك انا بشكرك على اختيارات الوزراء الجداد اختيارات طب خلاص انت قلت هستغنى عن الكلمه وبعدين هتاخدها لا سارة. انا مش هقدر امشي قبل ما نكون حاطين خطط عمليه تنفيذ لا بعدين معلش لا بتاع التنفيذ يا سارة انا بس احب اقولها فعلا لو ينفع ان احنا نفعل موضوع الاستراتيجيه كوميونيكيشن ده استراتيجي الوقت جاي للجهاز الاداري للدوله ونعمله مش هينفع ان احنا بس نعتمد على كل وزاره لان انا مريت بالموقف ده قبل كده كل وزاره التواصل عايزين الاجتماعي في كل وزارة لا احنا انا عايزة اطلع بقى حتة معلش قولي سيادة معالي الوزير انا هستغل الفرصة لانه لو احنا اعتمدنا على كل وزارة بيبقى ليها لغة بتاعتها مش بتقدر انها تتواصل مع الجماهير انا عايزة حاجة اعلى مركز المعلومات وتكون بتكون ممثل مركز فيها معلومات مجلس عايز الوزارة. عايزين انشاء وحدة للتواصل يكون فيها ممثل من كل وحدة للتواصل وزارة. الاجتماعي في مركز معلومات مجلس الوزراء ويكون فيها ممثل عن كل وزارة ويكون فيها متخصصين في مركز معلومات مجلس الوزراء ده وعد بالانشاء وعد احمد كمان استشكر تنازل عن انا بشكرك بس الوزاره اللي بتلف ولا بتدور دي اكتر وزاره ستريت انت بتقول لي الوزاره بقى وزارتنا ما لا عندنا تعالب احنا على طول لا لا احمد كان يقصد ان الناس بتتعامل كده حتى لو احنا عايزين لا احنا عايزين احنا لازم تثق احنا عندنا السياسه هي المصداقيه السياسه كثير من الاحيان بتبقى تنظير او لف ودوران احنا ما نعرفش لا نلف ولا ندور احنا بنرى الله سبحانه وتعالى ثم فعلا كل واحد اقسم قسم انه يخدم الشعب هو لازم يراه عندي سؤال اخير والختام لحضرتك السؤال حول الانتخابات البرلمانيه بعد قرار ايقاف
او حكم ايقاف الانتخابات. هنفتح باب الانتخابات النهارده، لسه داعيين ل 15 يوم لتقديم الاقتراحات، ثم 15 يوم لصدور القانون الجديد، ثم مناقشته، ثم فتح باب الترشيح مره اخرى. الكل يتحدث عن ان الانتخابات لن تكون غير في نهايه هذا العام. لا، انا ده كلام مش مظبوط. ان شاء الله يمكن التاخير يكون في شهر، شهر ونص بكتير قوي، لكن في الاول وفي الاخر هي اللجنه العليا للانتخابات اللي بتحدد. ندخل في امتحانات الثانويه العامه، ايه دخل اللجان المدارس كلها؟ ما ده هتبقى مشكله. احنا عايزين نشوف بقى خريطتها، لكن انا بقول لحضرتك نيه الحكومه وواجب الحكومه انها فعلا تحترم كلامها، وانها فعلا تصل الى نهايه خريطه الطريق باسرع وقت ممكن. طيب، الختام عن مؤتمر الاقتصادي، المؤتمر العظيم اللي كلنا بنستناه وبنحلم بيه، ماذا ينتظر مصر من هذا المؤتمر؟ احنا مش عايزين نعلي سقف التوقعات. تمام. ونوصل للحقيقه، احنا بدايه المؤتمر الاقتصادي بدايه لرساله هامه، انطلاق الاقتصاد المصري في جو جديد جاذب للجاذبيه، جاذب للاستثمار، جو شفاف. بنعلن قانون الاستثمار، في عقود هتتوقع، وبنعلن فرص الاستثمار قد ايه، وبنعلن ان فعلا هناك رؤيه سياسيه لهذه الحكومه، سياسيه اقتصاديه اجتماعيه اقتصاديه، ودائما رؤيه اجتماعيه اقتصاديه مستدامه. هيبقى في اليه لمتابعه المشروعات اللي طرحت وتنفيذها ان شاء الله. دي مستمره بقى، مستمره ان شاء الله. سيد رئيس الوزراء معالي المهندس ابراهيم محلب، انا بشكر حضرتك جدا على وقتك، وانا اسف يعني خدنا اكتر من حقنا. بشكر حضرتك جدا. ضيوف الاعزاء، انا بشكركم. الحوار مع المسؤول الكبير في مصر بتبقى جزء ما بنلحقش نقول كل اللي عايزينه، لكن سننا سنه ربما تتكرر مره اخرى ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، وانا سعيد جدا بهذا الحوار. ربنا يخليك. بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا، غدا حلقه جديده ان شاء الله. مصر بخير، وانتم بخير، تصبحوا على خير.